تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مرحبا بكم مستمعينا الكرام على أصوات تمام الرابعة لحظة برنامج أصوات رياضة. إذن مرحبا بكم مستمعي الكرام على أصوات فهاد حصة من برنامج أصوات الرياضة مباشرة، حصة اللي غادي نرجع فيها الأهم ما يتعلق بكرة القدم الوطنية، وأكيد أبرز ما كاين اليوم هو مباراة الوداد الرياضي وسيمبا تنزانيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. الدوري الوطني الاحترافي متواصل كذلك بالجولة الحادي عشرة، تابعنا أمس مباراتين، وفي الأدنى نتابع الجولة الأولى من مباراة الرجاء الرياضي ونهضة الزمامرة. الجولة الأولى كانت مميزة صراحة بين اللقاءات المميزة في الدوري الوطني هذا الموسم بين الفريقين زمامرة والرجاء الرياضي. المباراة اللي كانت تجرى ملعب البلدي ببرشيد انتهت بهدفين لهدف واحد، زمامرة كانوا سباقين للتسجيل لكن فريق الرجاء الرياضي عاد في آخر الجولة الأولى وسجل هدفين تفوق بهما في الجولة الأولى، وهو تفوق مستحق بالنظر لعدد الفرص لضع فريق الرجاء الرياضي طيلة 45 دقيقة الأولى. بالأمس تابعنا لقاء بجمع بين الجيش الملكي والمغرب الفاسي انتهى لصالح الفريق العسكري بثلاث أهداف لهدف واحد، والفتح الرياضي تعادل مع اتحاد طنجة بصفر لمثله. اليوم مع ستة ختام مباريات المبرمجة هذا اليوم بين شباب رياضي سوال واتحاد تورقة، وكذلك يوم غد مبارتين شباب المحمدية مولودية وجدة وأولمبيك أسفي أمام يوسفية برشيد. باقي مباريات الجولة تتواصل يومي الثلاثاء والأربعاء، اتحاد تورقة يستضيف فريق الوداد الرياضي، وكذلك المغرب التطواني يواجه فريق النهضة البركانية. إذن غادي نواصل كذلك بالحديث عن وضعية كرة القدم الوطنية في ظل هاد المشاكل الكثيرة التي يعرفها الدوري الوطني، خصوصا من المشاكل المادية مع اقتراب الميركاتو، كذلك الحديث عن الملاعب، الإضرابات اللاعبين وغيرها من الأمور اللي كتعصف بمستوى الدوري الوطني الاحترافي لكرة القدم. وكذلك غادي نتكلموا على المنتدى الوطني الأول للإعلام الرياضي في أفق استحقاق 2030 لتنظم بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بمدينة الرباط. كل هذه المواضيع غادي نتكلموا فيها مع زملاء الإعلاميين السي محمد مفتاح زميل صحفي بموقع أوريزون تيفي، وكذلك الزميل الإعلامي السي توفيق الصنهاجي. بطبيعة الحال خلال هذه الحصة المواصلين بفقرات الموسيقية اللي غتواصل معنا غير السادسة مساء، وفي الإخراج اليوم معنا يونس مكوار. أكرم مجددا في هذا العدد من برنامج أصوات رياضة مباشرة على أصوات، كنرحب بزميل محمد مفتاح ليلتحق بنا اللحظة على أصوات، زميل صحفي بموقع أوريزون تيفي. سي مفتاح أهلا بك. مرحبا بك يوسف، مرحبا بكل متتبعي إذاعة أصوات. أكيد كيف ما قلنا قبل الفاصل مستمعي الكرام، احنا متابعين معكم مباراة الرجاء الرياضي ونهضة الزمامرة، المباراة عن الجولة الحادية عشرة، واللي كتعرف تقدم فريق الرجاء الرياضي في الجولة الأولى بهدفين لهدف واحد. هذه جوج دقائق باش انطلقت الجولة الثانية، والنتيجة دائما نفسها هي جوج الواحد لصالح فريق الرجاء الرياضي. المباراة اللي كتلعب بالملعب البلدي بمدينة برشيد. كنظن مفتاح في البداية قبل ما نمشيو نتكلموا على مواضيع ديال هذه الحصة وحنا عين على هذه المواجهة، فريق رجاء الرياضي في الجولة الأولى يستحق هذه النتيجة اللي متقدم بها بهدفين لهدف، وربما كانت النتيجة تكون أكثر لو استغل الفرص اللي ضاعت لي. طبيعة الحال لأن الفوارق واضحة، كنتكلموا على أن فريق رجاء الرياضي حتى اللاعبين اللي عنده الإمكانيات كتسمح له على أنه يقدم مباراة كبيرة، إضافة إلى ذلك لأنه ما يعاب على فريق رجاء الرياضي في الفترة الأخيرة هو أن الدفاع ديالو دائما يمكن نقول انه متقدم بشكل كبير وكيخلي فراغات، واي فريق لعب مع فريق الرجاء الرياضي واعتمد بشكل كبير على لي كونتر تيق بيه انه يقدر يسجل، وهذا هو اللي اتضح انه فريق نهضة الزمامرة كان هو السباق للتسجيل، مع انه حتى العودة ديال فريق الرجاء الرياضي يمكن نقول يغيب عن نادي القناص، لان حتى الاهداف اللي كتسجل فيا اخطاء ديال الدفاع ديال الخصم، وخاصة الهدف الثاني فكان واضح انه كان ارتباك في الدفاع ديال نهضة الزمامرة اللي خلى انه الزرهوني يسجل هدف اللي كان جميل.
تسديده من مربع العمري. اكيد هدف جميل ديال نوفل الزرهوني واللي ضيع مجموعه من الفرص كذلك خلال هذه المواجهه. طيب احنا متابعين هذا اللقاء وكيف ما قلنا حصه اليوم غادي نتكلم فيها على الدوري الوطني الاحترافي والمشاكل اللي كيعرفها القطاع, وكذلك غادي نتكلموا على مباراه الوداد اليوم, مباراه هامه امام فريق سيمبا التنزاني, مباراه حياه وموت بالنسبه لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. الوداد الى ضيع النقاط اليوم ديال هذه المواجهه اللي غتكون مدينه مراكش فغدا تكون امور جد صعبه الا ما قلناش مستحيله بالتاهل للدور الموالي, وغادي تكون ضربه لفريق الوداد الرياضي اول مره في 9 سنوات اللي كيلعب في هذه المسابقه هذه انه يقدر لا قدر الله يخرج من دور المجموعات, وهي القضيه اللي ما عمرها وقعت بالنسبه لفريق الوداد الرياضي في هذه السنوات الاخيره منذ اول مشاركه في 2016 في دور المجموعات. يعني كنهضروا على المشاركه الاخيره كانت مع طوشاك, يعني ما كانش هناك خروج من دور المجموعات, كان خروج من دور الربع الوقت تسع اللي سنوات والوداد حاضر على مستوى دور المجموعات, حاضر وكيتجاوز دور المجموعات, يعني كيتجاوز دور المجموعات ديالو. ويمكن نقول انه حتى المباراه ديال اليوم هي حاسمه, علاش؟ ان فريق الوداد الرياضي النتائج ديالو وحتى المستوى, ما كتشوف المباريات اللي كيلعبها الوداد مؤخرا ما كيعطيكش داك الاطمئنان. طبعا الفوز حتى الفوز على الوجده ما كانش داك المستوى فقط, وهذا هو اللي كيخلي انا وجماهير الوداد متخوفه. يمكن انه تذكرنا ربما في 2019 او 2017 ما اعتقد كانت الوداد هزمت جوج ديال المباريات ولكن انتصرت المباراه الاولى. نعم كانت المجموعه فيها زاناكو وكان الاهلي وكان مجموعه صعبه للوداد. اليوم التخوف اللي كاين هو انه الاقناع ولا اللاعبين ما كتحسش بهم انهم مرتاحين. كاين ضغط كبير لا من جانب انه المدرب حتى هو كذلك والتصريح ديالو اللي كان نوعا ما كله كيفاش فهمه, فكتبان انه الوداد الرياضي الان اتمنى صادقا لان هذه المباراه هذه يتجاوزوا كل العثرات كل المشاكل اللي يمكن انه فيها الوداد من اجل انه على الاقل تحقيق الفوز, وبعد ذلك لان كيف قلتي انت اي نتيجه من غير الانتصار صدقني انه غتكون الامور صعبه, خاصه انه اسيك ميموزا كنعتقد انه راه انتصر على جالاكسي البوتسواني وبذلك فالمجموعه غتصعب صعبه لان غتمشي انت الفريق البوتسواني انتصر عليك هنا داخل القواعد, خارج القواعد وفي ميدان لا هو مابقاش مسموح لك بالخطا, عندك اربع مباريات على الاقل على الاقل تجي فيهم واحد 10 نقاط هي القليله القليله, تنتصر ثلاثه وتعادل واحده لا بغيتي دير فوالا هذه قليله 10 نقاط يعني خاصك تجيبها ما عندكش شي حاجه اخرى من غير 9 نقاط ما كافياكش لا ما كافياش, وخاصه وغير كنتمنى انه حيت في الاونه الاخيره كنسمع حق الوداد غيلعبوا بن شيخ كيفهم العقليه ديال اللاعب المغربي بن شيخ. طبعا الوداد راه عندها مدرب وما يمكنش الوداد غتلعب ضد مدرب فقط, كاين لاعبين فراه سنوات الوداد في اكثر من مباراه اللي عطاها الاطمئنان واللي عطاها القوه راه هو اللاعب. يعني اللاعبين ديال الوداد اليوم هما اللي خصهم يعرفوا بانه الجماهير ديال الوداد تطمح الى انها تشوف الفريق ديالها على الاقل ينتصر, وبعد ذلك يمكن نقول انه تجي المتعه والفوز أكيد. اللي تعود عليها الجمهور. المهم هو انتصار اليوم بعدا وفي المباراه المقبله امام فريق سيمبا التنزاني عندنا معاه جوج المباريات ذهبا وايابا, الذهب اليوم في الجوله الرابعه والاياب غادي يكون ان شاء الله الاسبوع المقبل. طيب البداية غادي تكون سي محمد في انتظار التحق بنا سي توفيق سنهاجي بالمنتدى الأول للإعلام الرياضي اللي تنظم اليوم بالمعهد العالي والإعلام الإعلام والاتصال بالرباط من طرف الجمعية المغربية للصحافة الرياضية, وكذلك كانت مشاركة ديال الرابطة الوطنية للصحافة الرياضية اللي أمس كنهنيو مرة أخرى الزميل والأستاذ ديالنا سي عبد اللطيف متوكل اللي تم انتخابه وتجديد الثقه فيه مره اخرى كرئيس لهذه الجمعيه هذه يعني الرابطه الوطنيه للصحفيين الرياضيين, وغادي يكون معنا غدا ان شاء الله باش نتكلموا معاه على هذا الانتخاب ديالو جديد لهذا الولايه الجديده على راس الرابطه. اليوم تمت مناقشه وضعيه الاعلام الرياضي اللي جات هذا المنتدى الوطني وحنا بصدد مجموعه من الاحداث الرياضيه اللي غادي تدخل على المملكه منها 2025 كاس أمم إفريقيا وطبعا الحدث الكبير اللي هو مونديال 2030 المغرب غادي يكون طالب
طرف في تنظيم كأس العالم 2030. كان بدنا يكون معنا رئيس الجمعية المغربية الصحفية الرياضية السي بدر الدين الإدريسي باش يتكلموا معاه على هذا المنتدى الأول للإعلام الرياضي، لكن كنظن أنه ربما يمكن عنده أمور أخرى اللي خلته أنه ما يكونش معنا خلال هذا الحصة. ولكن سي مفتاح، هاد المنتديات وهاد اللقاءات اللي كان شارك فيها وزراء منهم وزير الشباب والثقافة والاتصال سي محمد بن سعيد، والوزير المنتدى المكلف وزير المنتدى المكلف بالميزانية سي فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتولى من الصحفيين في المغرب الرياضيين بطبيعة الحال. كنظن أنه مهم باش نوضعوا الخلل والإصبع على الجرح بالنسبة لوضعية الإعلام الرياضي في المغرب. طبيعة الحال أخي يوسف، لأن من اللي كانت كلمة الإعلام الرياضي وخاصة في الأونة الأخيرة خلقت ولولات واحد التفريقة، وهذه التفريقة هذه غير المقبول أنها تكون في الإعلام، لدرجة أنه ممكن وصلت حتى لأن الإعلامي ولا يتكلم ولولات الناس كتتكلم على الانتماء للمدن، ما بقاتش حتى على مستوى الفرق، ممكن يقول كذا إعلام ديال مدينة كذا وهذا كذا، علما حنا في بلد واحد هو المغرب اللي يتسع للكل. الإعلام الرياضي اليوم مطالب على أنه يطالب حتى بالجودة، لأن ملي كنتكلموا على الجودة حتى طريقة ديال التواصل ديالنا مع المتتبع، لأن الإعلام في العديد من الدول هو اللي كيرفع هو اللي كينمي المجتمع بشكل كبير، ومن يخاطب ومن يوصل الرسالة، وبذلك خاص الرسالة تكون سامية، وخاصني أنني هذاك المتلقي نعطيه واحد الأسلوب ولا واحد المستوى يليق به ويليق بالقيمة ديالو. إضافة لذلك طريقة الخطاب، نرتقي شوية بطريقة الخطاب ونخليه أن المتتبع هو يحاول ما أمكن أنه بدوره يدير واحد المجهود باش يفهم خطاب الصحفي، وأنا ذاك غننميو مجتمعاتنا وغننميو حتى التفكير ديال المتتبع، وخاصة كنتكلموا على هذا المجال ديال الرياضة. نعم. ولهذا تعصب كبير يا يوسف، لدرجة أنه كتلقى أن بعض الإعلاميين كيقول لك أنا ما نحضرش لذاك النادي لأنني ما يا إما ما غيعطونيش الاعتماد، يا إما عارفين أنني أنتمي لهذا النادي، حتى ندواتهم ما كيحضروش لها، حتى لقاءاتهم ولينا واحد التفريقة، إعلام لهذا الفريق إعلام لهذا الفريق، وهذا الأمر كله يسيء للمنظومة بشكل عام. زيد على ذلك هذا الشيء كيخلينا أنه اليوم حتى طريقة طريقة تدبير الحوارات ديالنا مع حتى الضيوف ولا مع المستوى لما كان نتكلموا مع ناس مسيرين، فالسؤال يمشي في ما هو رياضي، ما هو ميداني، ما نمشيوش حتى شخصنة الأمور. اليوم ولينا أنه لما كتنتظر شي كتستضيف شي صحافي أو مسؤول، أول حاجة تقولوا واش أنت تنتمي لهذا الفريق ولا ذاك، وهذا النوع من التفريقة لما كتكلم على هذا الفريق ولا ذاك، كتخلي أنه حتى المتلقي عطيتي صورة لهذاك السيد ولا كيحكم عليه غدا ولا بعد شوف تكلم على هذا النادي اوتوماتيكمون يقول لك هذاك كيهضر حتى لا داك راه كينتمي لهذا النادي، وهذا اشكال. اليوم حنا خصنا نكونوا اعلام موحد، نخاطب الانصار بكل واحد نتكلموا معاه بناء على ما نشاهد، ما هي الاحداث، ونناقشها بموضوعيه، لان الموضوعيه في الاول والاخير هي المطالبه وهي اللي غتخلي ان المتتبع تاو يكون راضي ويستمتع بالنقاش والحوار. ما يخليناش انه حتى غير الطريقه والاسلوب اللي كيتكلموا مثلا الاعلاميين المصريين لزملائنا ولا التونسيين، غير ديك الحلاوة ديال اللسان كتخلي انه كيقول لك هادو الناس موضوعيين، علما انه نفس الفكرة ممكن يتكلم عليها يوسف، ممكن يتكلم عليها توفيق، ولكن ما تروقوش. علاش؟ لانه اوتوماتيك مو واخد واحد نظرة سبقية. نعم. السيد راه كيبغي هذا النادي ولا لا؟ طيب سي توفيق الصناعجي، ناقد رياضي والاعلامي والاستاذ الجامعي، مرحبا بك على اصوات. مرحبا بسي يوسف، مرحبا بسي محمد مفتاح وجميع المتبعين. سي توفيق داك الكاسك حيدو هاكاك فوالا كيدير الارسن. مرحبا بجميع المستمعين الاعزاء ديال راديو اصوات، مخرج البرنامج سي مفتاح، وايضا تحيه لك سي يوسف. شكرا لك سي توفيق على قبول الدعوه اللي جات متأخرة جدا، يعني ساعتين قبل البرنامج عيطنا السي توفيق، شكرا لك على قبول الدعوة. احنا كنتكلموا طبعا الحال على المنتدى الإعلامي الأول للصحافة الرياضية في أفق يعني 2030، يعني كان العنوان ديال هذا المنتدى الوطني الأول للإعلام الرياضي رهانات الإعلام الرياضي في أفق استحقاقات 2030. انت كيفاش كتشوف هذا الاعلام الرياضي عندنا في المغرب، وشنو هو الخلل وما كامل الخلل اللي عندنا في الاعلام الرياضي اللي يمكن انها تصلح
من هنا القدام باش حتى نوصلوا بداية الكأس أمم إفريقيا المقبلة، لأنه غتنظم في المغرب ديال 2025 بطبيعة الحال، و2030 كيفاش نقدروا نقدموا واحد منتوج إعلامي رياضي يليق بمستوى يعني الأحداث اللي كتنظم عندنا في المغرب؟ أول شيء احنا ضروري أنه نواكبوا يعني الاستحقاقات المقبلة، التطور اللي شهدوا المغرب من حيث يعني الثقة اللي توضعت فيه من طرف الليزورغانيزاسيون كسوا الكاف ولا الفيفا لتنظيم أكبر تظاهرات كأس إفريقيا الأمم 2025 وكأس العالم 2030. خصنا نكونوا واجدين أيضا على مستوى الإعلام، ماشي فقط على مستوى الانفراستركتور، مستوى ديال التنظيم وكل شيء. خصنا أيضا إعلام يكون عندنا إعلام قوي جدا ليواكب هذا التظاهر. ممكنش يكونوا أن بي كي أورغانيزاتور ديال كوب دو موند واللي كان طموح ديالنا من الثمانينات والمغرب تتقدم، وما يكونش عندنا واحد إعلام تضاهي ما نرى حاليا. يعني حاليا انت كتشوف انه الإعلام مازال عندنا في المغرب ناقص، خاصو إعلام رياضي. كان طلع الإعلام الرياضي طبعا وصل، لانه لما تتشوف يعني اول شيء التلفازة التلفزيون قنوات قناة الرياضية مع كامل الاحترام كانت من الأول القنوات على الصعيد العربي اللي بدأت يعني احنا اونيتي افونسي على مجموعة من الدول الأخرى. ما نتكلمش على الاي ار تي وما نتكلمش على الجزيرة، ولكن بالنسبة للدول العربية الأخرى يمكن من أول الدول اللي نشأوا قناة رياضية فورس دو الامكانيات. يمكن كانت الامور ما مشاتش كما الطموح ديال الجمهور المغربي عامه الان. بالعكس راه كانوا برامج، كانت امور يمكن اللي في الاول، ولكن في الأول كانوا برامج الاستمراريه السي يوسف ما استمرتش لانه اللي ضعف الامكانيات تراجع. لانه حتى اسمح لي السي توفيق قطعتك، لانه من الثمانينات وقتنا حنا ملي كنا كنشوفوا كنتبعوا الاعلام الرياضي قبل ما تجي القناه الرياضيه، كنا كنشوفوا على الاقل واحد جوج ولا ثلاثه البرامج في صحيح. القناة الأولى والقناة الثانية بعد من جات القناة الثانية كتشوف واحد البرامج اللي كتسناهم بعدها بشغف، يعني كتتبعهم بواحد انتظار كبير. وهذوك البرامج اللي كانوا عندنا في المغرب راه كانوا يعني بحال قلت ان اكزامبل بالنسبة للدول الأخرى والقنوات الكبيرة في العالم اللي يعني العربية اللي مشات خدات من المغرب من ليزيدي من منها البرنامج ديال برانيت سبور اللي كان في كل اثنين كنظن مساء ولا لحد بالليل، ما عقلش على الكرينو اللي كان فيه. من بعد جاءوا برامج اخرى ديال النقاش الرياضي، من بعد جات قناه الرياضيه اللي كانوا فيها برامج ديال النقاش اللي كتشوف يعني برامج كثيرة. الآن يوميه الان لا دوزيم بقات كدير برامج، لا الاولى بقات كدير برامج، لا الرياضيه عندها برامج حتى البلاطو ديال تحليل المباراه ما بقاش. ولكن اسمح لي يوسف انا متفق معك انه هنا نقدروا نعاتبوا بواحد النسبه كبيره الاعلامي والصحفي، ولكن هل تعتقد بانه المسؤول اليوم اللي كيسهر على تنظيم وتسيير وتدبير كره القدم بدوره كيعطي ما يقنع للمتتبع؟ راه ممكن اليوم كتجيب مسؤول اللي هو كيسير المنظومه ديال كره القدم مثلا او مسير ديال نادي ما يعطيك والو، فحتى الصحفي ولا بحال بغينا نقولوا مقتنع بانه حتى الضيوف ما بقاتش. بكري كنت ممكن كتصل بهاد الناس، هاد المسؤولين كيجيو عندك، الناس ديال الجامعه كيجيو عندك، الناس ديال العصبه واخا ما كانتش العصبه كيجيو عندك، المسيرين كيجيو عندك، الحكام كيجيو. اليوم ما كاينش، كاين فراغ مهول، كاينش تواصل. نرجع لواحد النقطه اخرى، خلق نقاش وديك الساعه غيجي عندك المسؤول. لا ما جاش، ثق بيا والله الا مشكل كبير في التواصل. اشكال كاين انه هذه من ناحيه يعني الان لما تنديروا المقارنه يعني كاين مجموعه من القنوات التلفزيونيه على الصعيد العربي اللي مشات بواحد التطور كبير في الامكانيات اللي عندها، النقل كي داير، يعني حبذا انه حنايا بغينا نشوفوا شيء من هذا القبيل، نكونوا فعلا نتقارنوا بهاد القنوات هادو. ما يمكنش ننظموا كاس العالم وما يكونش عندنا قناه اللي ضاهي الجزيره بين سبورتس ولا ضاهي يعني ابو ظبي. وهذا المساله ديال السبونسرشيب مسألة دخلت بشكل كبير، لأن الآن القنوات هاد باش تقووا في العالم العربي تقووا بالشراء ديال الحقوق، شراء الحقوق. فاتضح بأنه الآن بأنه احنا ما كانش بإمكاننا نشريو حقوق ديال مجموعة من التظاهرات العالمية. ولكن الآن مع التنظيم ديالنا ديال كأس العالم غير مسموح أن يكون عندنا ثلاثة ولا أربعة ديال القنوات إضافية اللي يمكن تغطي على الأقل سكوننا هنايا. ماشي اللي دار دابا ليس نعطي مؤخرا خرجت واحد أربعة قنوات رياضية ونخرجوا واحد على الأقل نعرفوا بالمنتوج اللي عندنا هنايا. كاين مجموعة من الأشياء، راه أنت هضرتي على الثمانينات، كيفاش كنا تنشوفوا ألعاب القوى؟ كيفاش كنا تنشوفوا الرياضات الأخرين؟ فعلا
متفقين. فاذا الا كان تنخرجوا ابطال وحنا القنوات ديالنا ما تيبينوهمش بشكل قوي، كيفاش نتسناو الخارج يبينونا؟ لا، اذا خصنا القنوات ديالنا تكون مواكبه ايضا ما يدور هنا في المغرب بشكل قوي من جميع الرياضات، من جميع يعني الاقسام، جميع المباريات بدون استثناء. هذه من ناحيه باش نمشيو للاذاعات قس على ذلك نفس الشيء، لانه استوديوهات تحليليه وهذا ضروري ما يرتفع لاكادونس، ترتفع مع التغطيات اللي كاينه ومع المنافسات اللي كاينين. واذاعه رياضيه واحده غير كافيه، اذاعه رياضيه واحده انا اقول بانه كانت يعني اضافه، كانت اضافه اكيد، ولكن باش تكون بوحدها يا بيان سور انا متفق معك، خاص اذاعات اللي يكونوا منافسين، وهذا في كله في صالح المستمع وفي صالح يعني الكليون فانت كونت، يعني الكليون اللي هو المستمع ولا المتبع للشأن الرياضي في المغرب. بالنسبة لأشياء أخرى، الإشكال اللي يمكن ولا ماشي غير فقط في الإعلام الرياضي السي يوسف ولا السي مفتاح، الإشكال ديال من هب ودب دخل هاد الميدان من ديما من يعني، ولكن كثر مع المواقع، كثر مع الإعلام البديل، ما يسمى بالإعلام البديل حاليا، المواقع التواصل الاجتماعي، يعني ولينا تنشوفوا وجوه اللي بدون باك جراوند باش نكونوا واضحين، ما كاينش باك جراوند كبير اللي تيجعلها توصل لقمه التحليل وقمه ديال المعطيات، ولات اي شي واحد اي واحد تيجي تنزل باشياء ما نسميها لا خبر لا شي حاجه، المهم تنزل باشياء معطيات تيبدا يهضر عليها، وهذا ماشي في صالح الاعلام الرياضي. هذه نقطة أخرى خصنا حل فيها بشكل مستعجل. غد بغض النظر على بلا نتكلموا على الصحافة المكتوبة، لأنه ولات يعني الصحافة المكتوبة بحال نقولوا مع كامل الاحترام ديمودي، الناس كل شيء الآن بلي بالتليفونات بلي بالديجيتال، دونك صعيب أنه الصحافة المكتوبة تبقى يعني محافظة على ذاك القيمة والصورة ديالها اللي كانت من قبل. صوف كويلة مشات بواحد المنظور آخر، مشات بواحد الأوبجيكتيف آخر ديال التحليل أكثر من أي شيء آخر، والتحليل والتحقيقات وغيرها من الأمور اللي يمكن أنها تفيد القارئ أكثر من فقط غير الأخبار. طيب، بعد تعليق ديال المتابعين ديالنا في صفحة برنامج أصوات الرياضة اللي كنحييهم، ستيفان كامي كيقول لك سلم على السي مفتاح، تحية لك. ياسر عطار سؤال على جوج كيانات الرابطة والجمعية في التمثيل الصحفيين الرياضيين، هما كاين كثار من جوج كيانات، ولكن هاد الجوج هما اللي باينين بزاف، لان هما اللي بين قوسين عندهم الشرعيه اكثر ديال عند المؤسسات الرياضيه. كيقول ياسر عطار عندي عتاب على الصحفيين الرياضيين، تركيز في التغطيه على محور الرباط الدار البيضاء، ويتم تهميش باقي جهات المملكه. عبدو يانيس كيقول الاذاعه راه الراديو سميتها قناه، حنا كنتكلموا على الاذاعه فعلا، ما كنتكلموش على القناه، تكلمنا على الرياضيه وتكلمنا على الاذاعه اللي الاذاعه الرياضيه الوحيده اللي كاينه هي راديو مارس. غير كافي انه تكون اذاعه واحده في المغرب اللي تهتم بالشان الرياضي بشكل خاص. فاتي فلور قالت لك عادي يبانوا في منابر معينه مع صحفيين معينين، لان هذا تجاوب على ياسر عطار يقول لك الذي يؤثر على المشهد الإعلامي الرياضي هو منح الأسبقية والظهور من مسؤولي كرة الكرة لمنابر أو صحفيين معينين. هذا اللي كنتكلم عليه. فلاش؟ لأن شوف المتتبع صحن الصحفي، شنو الصحفي ممكن يعطي الخبر، ممكن في بعض الأحيان يعطي التحليل ولا وجهة نظر ديالو بناء على ما كسبه من تجارب، ولكن خصك الضيوف اللي مسؤولين هما اللي يعطوك المعطيات. اليوم اللي كنتكلموا مثلا على سبيل المثال هاد الأمور اللي واقع اليوم في البرمجة والمباريات وقل، ما غنتسناش أنا صحفي واللي غيجي يقول لي حقار احنا مقبلين على تظاهرات وخصنا نضحي، وانا ماشي دوري، انا دوري نعطي المعطيات، المسؤول اللي يجي يقولها حيت هو اللي عارف، هو اللي ضابط اموره. ملي كتسمع مثلا ما حدث المباراه ديال الماس والجيش الملكي، كيقول لك مسؤول في المغرب الفاسي احنا تكلمنا مع العصبه قالوا لنا الا ما لقيتوش سيروا لعبوا عندهم. فهنا ملي كتبغي تاخذ المعطيات والله دابا بالله عليك شكون اللي غيعطيك انت ولا شكون اللي غيوصل للمتتبع حقيقه ما يقال؟ مسؤول. انا ممكن انني انا ندوي ولا السي توفيق ولا انت دائما المتتبع عنده خلفيه يقول لك هذا كيبغي ذاك النادي، كيف ما درتي ليه غتلقى مشكل، ولكن المسؤول يغيب عن ذاك الدور ديالو المانوطي ما كاينش، وحتى الا خرج كيخرج خرجه وحده بالطريقه اللي بغى هو، كيقول داك الشيء اللي بغى وكيمشي البلاصه اللي بغى. اذا هنا ما نجيوش نلومو ونعاتبو فقط الصحفي، صحفي كيدير مجهود كبير، صحفي كيتقاتل، صحفي كيحاول يجبد المعلومه، ولكن راه ما ننساوش بان المسؤول اللي كاين اليوم، وكنتكلم على عدد من المسؤول
المسؤولين في كره القدم الوطنيه راه ما يمكنش راه يوسف راه دايرين واحد الكرياج على ريوسهم المعلومه لدرجه انه بعض البلاغات اللي من المفروض تحط في المواقع كتصيفط في واتساب الاخرين فكيفاش بغيتيني ان انت ضانا منه هذاك يعني المسؤول كيوصل انت كتقول السي مفتاح انه هذه القضيه باش نرتقي وبالاعلام الرياضي خاص يكون القضيه مشتركه بين المسؤولين وبالاعلاميين شركاء انا وانت والمسؤول كلنا الهدف ديالنا هو اننا نرفعوا من المستوى طيب. اما ملي كتخلى كتخلي داك الفراغ ممكن تما تجي الاشاعه ممكن تجي بزاف غادي نرجع لك مفتاح بعد الفاصل فاصل يونس مكوار في الاخراج كيقول لي وغادي نرجعوا مباراه الرجاء الرياضي ونهضه زمامره دقيقه 68 جوج لواحد لصالح الرجاء السادسه مساء مع زملاء السي توفيق صناجي وكذلك محمد مفتاح كنتكلموا باش نختموا المحور ديال الاعلام الرياضي على اساس انه كان اليوم فعاليات المنتدى الوطني الاول للاعلام الرياضي اللي كان الموضوع ديالو اليوم هو رهانات الاعلام الرياضي الوطني في افق استحقاقه 2030 اللي تنضم بالمعهد العالي للاعلام والاتصال بمدينه الرباط طيب سي مفتاح في نظرك الان الاعلام الرياضي كاين بعض التعليق كتقول مثلا بحال ياسر عطار اعلام جاء بديل لتغطيه فراغ التحليل والنقاش في الوسط الاعلامي الرسمي هذا الاعلام الرياضي كيفاش يمكن اننا نوصلوه باش يكون بحال كيف ما على الاقل كيف ما اللي كنضربوا به المثل حنا بزاف هو الاعلام المصري كيفاش نقدروا حنا نوصلوا لهذا المستوى هذا لانه دائما حنا كنقولوا دير الاعلام الرياضي في المغرب اول شيء خاصو يتخلق كاين المشهد لي واحد النقطه انا غير متفق تماما بالمقارنات ونقولوا بانه الاعلام المصري احسن منا نهائيا هو نهائيا واش اللي كاين لا ما اون با دي ستاتستيك ما يمكنش نديروا حكم قيمه ما يمكنش نديروا حكم قيمه نهائيا هذا الجمهور كيفاش كيشوف الاعلام كيفاش يشوف شكون هذا الجمهور هذا الجمهور اللي كتعرف الاعلام المصري اتحدى هذوك الناس كاملين اللي كاينين في الاعلام المصري يجيو يتناقشوا مثلا مع الاعلاميين اللي كانوا خدامين في الجرائد يشوفوا اللغه العربيه ديال لا من غير هذه النقطه من النقاط الطريقه ديال التحليل وكيفاش كيمشيو لك اللب الموضوع وكيجيب دفاع رسمي دائما لماذا اقول انا ضد غير متفق انا في جميع ملي تنتبع بزاف تلقى دفاع مستميت على مصر غالب او يعني ظالم او مظلوم مزيان اذا ملي تقول اين الموضوعيه ما كاينش بزاف خلي دابا انا ما كنهضروش على هذا الشيء دابا كنهضروش على انا هذا رايي ديالي لا متفق معك لا مزيان ولكن احنا احسن من المغاربه في هذا الموضوع نهائي كثرت البرامج كثرت التحليل الضيوف كيفاش كيحلوا بالمباريات وبالطريقه اللي كثير فهمتيني انا هذه القضيه انا متفق معك علاش لان يمكن ما اي فوالا الفرق كيف ما قال يونس مكوار عند القنوات باش فيتينا بجوج الحوايج لا علاش نقولوا فيتينا لا خلينا اسمعني نكمل الفكره وناقشي توفيق ما تحبسنيش وانا باقي ما قلت والو دابا باش فيتينا بجوج الحوايج انا نعطيك الفكره وقول لي بغيتي انت من حقك تعبر على رايك دابا انت سويتي باش فيتينا هو باقي ما عطى فيتينا اولا انهم عندهم منابر اعلاميه كثيره جدا قنوات عديده الكل يتفق على هذا وكيف الناس ما عندهم الاعلام اول الانديه ديالهم عندهم قنوات ديالهم خاصه هذه ما ندويش عليها انا كنتكلم على الاعلام شحال عندهم من قناه عندهم قنوات عديده وبذلك المساحه او فين تشتغل كاينه وحتى الاختلاف وجهه النظر كاين اليوم اللي اختلفتي مثلا هنا ولا لهي ممكن تمشي تجلس عامين ولا تمشي دير فيسبوك وتكلم في يوتيوب باش نكونوا واضحين نقطه اخرى اللي يمكن انهم كنقول انهم فيتينا فيها وهذا واقع ان اللاعبين القدامى ديالهم عندهم الجرأة يجيو ويتكلموا كيبانوا في الاعلام اليوم عندنا حنا لاعبين مروا في كره القدم اعطوا عطاء كبير افضل من المستوى ديالهم بشكل كبير ولكن تتكلم يقول لك خويا فيني الله يحفظك ما في اللي يهضر مثلا اذا اليوم هذه اشياء هم كيمتازوا علينا بها كتمشي كتسمع عندهم عصام الحضري كيتنقل 8 القنوات كيقول هنا وهنا ميدو يشتغل هذه الاشياء هي اللي كنقول ان كيمتازوا علينا علاش لان عندهم لاعبين لعبوا في لونيفو كيجيو الاعلام حنا عندنا لاعبين افضل منهم كيدويوش حتى المساحه اللي عندهم في قنوات كيف ما كيتكلم معايا يونس مكوار
خلي القنوات الرياضيه. لا انا ما كنخلي هذيك ديال الاهلي وديال كذا. لا القنوات الرياضيه بحال مثلا كتجي كتلقى النيل نيل سبور كتلقى او ان او ان سبور كتلقى دراما كتلقى دراما سبور يعني كاع القنوات عندهم قنوات خاصه بالرياضه. هذوك القنوات الغير رياضيه عندهم برامج يوميه رياضيه وفيها كيمشيو النقطه مهمه هي شنو هي هما لقاو واحد الطريقه ولا واحد الطريق مسلكاهم ونفعتهم وكيقول لك اليوم غنتكلم على الكره العربيه وكيجي كيخاطب مثلا وكيتكلم على الكره المغربيه فوالا. اعطيني برنامج عندنا احنا كيتكلم على الكره المصريه على التونسيه عندنا كفاءات احنا ما كنقصوش من قيمتنا ولكن المساحه ضيقه. ولكن توفيق بغى يشرح لينا اكثر المساحه ضيقه عندنا كاينه طبعا المغرب ربما عنده كفاءات اكثر من من من, من مصر ولكن ما عادش نهضروا على المساحه نقول انا لماذا انا في كونتر المقارنات. مصر تنعرفوها دوله راه 170 ديال المليون ديال البشر داكور كاين واحد لاماس كبيره الاهلي فقط القناه ديال الاهلي الاهلي عندهم يمكن جمهور تيخاطبوا ديال 80 مليون ديال البشر اذا كان عندهم واحد القناه رسميه وعندهم امكانيات ديال الفيور رغم ان الامكانيات راه يمكن تكون ما تكونش داك الشيء اللي يمكن يتخيلوا الناس. انا نمشي معك في هذه التوفيق داكور. دابا على حساب يعني كيف ما قلتي النسمه اللي عند اولا النسبه السكانيه اللي عند مصر يمكن جات هذيك القنوات الكثيره بحال هكذاك. حنا راه ما عندنا والو توفيق في الاعلام الرسمي اللي هضرنا نهضروا في الاعلام الرسمي الا جيتي الرياضيه يعني. فينا هو التحليل ديال المباريات راه احسن بكثير من الجزائر ومن تونس ومن دول اخرين اعداء بلا ما نهضروا زعما نقولوا بان احنا راه حنا ما عندناش ونديروا مقارنه مع شنو عندنا حنا في الاعلام الرسمي. يلا عطينا في الاعلام الرسمي الاولى الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه شنو عندنا من غير البرنامج ديال الاحد الرياضي وقيل الاذاعه الوطنيه بكره ما كاين والو ما كاين والو وصافي دوزين فينا هي دوك البرامج اللي كانوا عندنا فينا انت ذكرتي راك ذكرتيها قبل ما تبدا راك قلتي بانه كاينه قناه رياضيه قناه وكاينه اذاعه اخرى القناه الرياضيه شنو المنتوج اللي كتعطي وخاصه هذا اي القناه الرياضيه شنو المنتوج اللي كتعطي احنا ما تندافع على حتى شي حاجه فوالا هادشي اللي بغيت نقول لك بانه راه حنا اوني بارفي ونا مزيان راه حنا قلنا متفقين بانه راه خصنا تقدم خصنا نواكبوا راه في البدايه الحلقه قلنا بانه راه ما يمكنش حنايا نكونوا غادي ننظموا هاد التظاهرات الكبيره وما نضاهاوش مع القنوات الكبرى العالميه. بقاش قارني مع مصر تقارني مع الجزائر ولا تقارني حنا انا غادي نتقارن مع هاد نظم كاس العالم خصني يكون عندي قطب اعلامي توازي بين سبورتس وابو ظبي والطوب ديال العالم. تتفق معايا ولا لا؟ هذا هو التغطيه ديال الدوري الافريقي ما نمشيوش بعيد كان القنوات كانت الاس اس اي وكانت ابو ظبي وكانت بين سبور كانت الرياضيه وكانت او ان تايم انا نهضروا كانت او ان تايم ياك على حسب الاحصائيات اللي كانوا داروهم خصوصا المتتبعين ديال الشان الاعلامي ثلاث القنوات اللي كانوا متميزين في التحليل داكو او ان تايم المصريه وابو ظبي الرياضيه واس اس سي رغم انه اس اس سي عندها يعني ما تنساش واحد القضيه يعني المصري الاعلام المصري بعيد عليه كانت غير الاهلي واهلي خرجت من الدور بين اخر حتى لاخر لحظه عاد نقلوا كلشي راه كلشي حتى لاخر لحظه راه كلشي حتى لاخر لحظه وبالتالي يعني الاعلام المصري عنده الحضور ديالو ماشي تقلوا منه راه ماشي تقلوا منه ما كاين باش نعرفوا فين عندنا الخلل ونهضروا عليه ما يعني الا كان خلل كبير الا كان مثلا الاعلام الا كان مصر مثلا نحسن منها نقولوا علاش شنو غادي يضرنا الا كانت انا بالنسبه لي انا ما تنعتبرش شي واحد احسن منه اون بو فير ميو انا ما نحيدش لك الراي ديالك توفيق داكور واحد احسن منه ولا هذا انا ما تندخلش في هذا الموضوع لان خصنا معطيات كبيره باش نعرفوا واحد احسن من الاخر داكور ماتنا يمكن في الامكانيات في هذا العدد القنوات اللي تتهضروا عليه وهذا ولكن فوغ لا غولاتيفيتي ديال لي شوز لان راه كنا 107 ديال المليون ديال البشر ولكن كنت غادي نوجه واحد الخطاب في الاعلام دائما تنسمعوه اللي دائما ما فيش موضوعيه بالنسبه ليا دائما تيغلب مصر دائما تيغلب الاهلي المصري لانه 80 مليون ديال البشر فانا بالنسبه ليا ما تتبعش الاعلام المصري على هذه الاشياء انا من انا انا من وجهه نظر ديالي انا سي توفيق ربما ما عرفتش واش يتفق انا رايي ديالي وقليل فاش كنبغي نعطي الراي ديالي ملي تكون لعبه مثلا الوداد ولا الرجاء ولا الجيش ولا الفاس ولا هذا لاعبين خارجيا خويا انا نموت مع هذه الفرق هذه
وندافع عليهم. ما كنعرف لا اهلي لا زمالك لا ترجي لا والو، كنعرف انا غير الوداد والرجاء والجيش والماس وداكشي. ما كيف ما كيقولوا ظالم ومظلوم، لا نموت معاهم ما نديرش الموضوعيه سيدي كاع. حنا غير النقاش باش حنت المتتبع دابا شنو 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 الهدف ديالنا. حنا ما كنتكلموش على انه اللي كنقولوا حنا افضل ولا هما افضل بناء على المغرب ولا مصر، ما كنقارنوش هذه المقارنه. حنا نتكلم على واحد واحد النافذه ديال الاعلام، والاعلام اليوم في المغرب والمساحه اللي كاينه الاعلام اليوم في المغرب. يوسف نقول لك واحد القضيه دابا بالله عليك، غتقول لي انا مباراه مثلا ديال ما نمشيو حنا المباراه ديال الديربي، غتجيب مباراه ديال الوداد والرجاء وغتنقلهم لي في قناه مغربية وتنقلها لي في قناة مصرية. اسمح لي نكملها، اسمح لي نكملها صاحبي نكملها، انا ما كنقاطعكش. دابا ملي كتجي الاعلام المصري، لا الاعلام المصري شوف انا ملي كنتكلموا هكا غيرة اننا نطوروا مستوانا، ما يمكنش انا ماتش صاحبي في المغرب نكونوا ثاني الصراحة ما نبقاوش نكذبوا على ريوسنا. ماتش كيجي بلاطو ما بين الشوطين، انا عمرني ما شفت هذه. واش عمرك شتي قناة مصرية ناقلة لك الديربي المغرب؟ دابا انا واش عمرك دابا اللي قلتي لي القناه نتفرجوا في قناه مغربيه وقناه مصريه، في عمرك كان شي قناه مصريه ناقله ماتش ديال الديربي ديال المغرب؟ اما في بين سبورت او ابو ظبي. دابا واش سمعتيني شنو قلت؟ توفيق توفيق توفيق، لا ما سمعتينيش. دابا انت مصريه قناه مصريه ما تنقلش شكل الديربي ديال المغرب. واش بغيت نقول لك انا هاد المقارنات ديال مصر ديما ما فهمتش انا علاش الحلقه غادي نديروا فيها المقارنات مع المغرب ومصر. حنا ما هضرناش على مقارنات، حنا قلنا شوف مني كتشوف لي زيفينمون اللي كيداروا افريقيا، حنا كنهضروا دابا على القاره الافريقيه. مني كتشوف التحليل ديال المباريات على المستوى ديال دوري ابطال افريقيا، راه لا علاقه بين ما هو بين سبور، ما هو رياضيه، ما هو اون تايم مثلا. نعطيو غير هاد ثلاثه القنوات، ثلاثه القنوات كاين فرق كبير بين بلاطو اول شيء بين المحللين وبين حتى خلي المقدم، المقدم خليه بوحدو. كنهضروا على التحليل، كنهضروا على التحليل بين سبور واون تايم والرياضيه كاين فرق كبير. ممكن انك تشوف دوري ابطال افريقيا مثلا الماتش ديال الاهلي مع ماتش سان داونز، غتشوف واحد التحليل حتى ماشي غير تحليل تعليق اللي بغيت شي كامل عرفناه. هو راه هادشي اللي كنهضروا عليه حنا، ولكن لا بالنسبه لله شوف لا كاين كفاءات في المغرب يونس، كاين كفاءات. شنو؟ لا صعيبه شويه. لا شوف قول اليوم في الكاسك، قول اليوم في الكاسك. شوف دابا حنا ملي كنتكلموا راه لا نقلل من قيمه الصحفي المغربي، باش نكونوا واضحين. كيفاش كيفاش؟ الصحفي المغربي ما كتعطاش الامكانيات فين يشتغل ويبين المهارات ديالو. راه تعطي انا نقول لك نجلسوا حنا دابا، عطيونا كاميرا وعطيونا بلاطو مزيان وعطينا كذا واجي نناقشوا، وديك الساعه خلي الجمهور يحكم. حنا ما عندناش، حنا اليوم الاعلام الرياضي كفاءات كاينين. كاش كنقول سمعني، كاين كفاءات ما كاينش فين تعطي، ما كاينش فين تعطي. الخارجيه اللي غتشوف اخويا راه اغلب المغاربه اليوم، اغلب الاعلاميين المغاربه هما اللي كيبانوا في مستويات. راه هادشي علاش كنتكلم، علاش كنقول لك انا؟ كنقول لك هما عندهم فين يخدموا، فين يشتغلوا، فين يعبروا، فين يبينوا. حنا عندنا فين نخدموا، فين كاينين ما بعت. لا فينا شوف السمته، راه القنوات الاعلاميه شوف القنوات العموميه ما عندهاش حتى واحد في المية ديال الرياضه. اسمح لي السي محمد، راه ملي تقول وكاننا ما عندناش، راه عندنا غير هو اللي مستغلينه غير الكفاءات. يفهمني السي محمد، هذا اللي كنقولوا حنا، هادشي اللي كنقولوا حنا. بالنسبه ليك الميساج هو خصو يتفاتح بوغ افواغ سجيد ونزيد. حنا شنو كنقولوا؟ لا هادنا هادشي دابا اللي كاين بعدا وخصهم يتستغلوه الناس اللي عندهم الكفاءات بعدا. افهمني، راه كاين بزاف ديال الناس، وحنا بزاف الناس اللي داخلين في هادشي اللي واخا شويه وما عندهمش كفاءه. يفهمني دابا حنا اش كنقولوا؟ كنقولوا عطيو الفرصه للشباب، لان المغرب شوف اللي كنتكلم على الصحفي المغربي كاين كفاءات، كاين مستوى عالي جدا، ولكن يتم اقصائهم ولا تهميشهم. راه كاين اللي كيقصيه ولا كيهمشوا غير على رايه، كاين اللي كيقصيه ولا كيهمشوا غير راه مشكله عندنا. هادشي اللي كنقولوا حنا، خاص الاعلام العمومي وخاصه كنتكلم على الرياضي. شوفي دابا بالله عليك حنا في الرياضه شحال عندنا من جمعيه؟ علاش ما لناش واقع؟ علاش تفرق جوج بركه كاع؟ علاش تفرق 7000 واحد اللي تخاصم على اخر كيمشي يدير جمعيه؟ واش بالله عليك واش كتعطيه ايماجي لانه راه حنا متحدين وباغيين نخدموا؟ ايوا صافي. اليوم ان هاد الامور هي اللي خصنا نشتغلوا عليها، نكونوا حنا يد واحده. حنا عندنا الكفاءات، عندنا ناس مستوى عالي جدا في التحليل والنقاش
وصحفيين مغاربه كيشتغلوا الان في قنوات عموميه كبرى، ولكن هنا خصنا حنا مقبلين لتدورات كبرى، خصنا اعلاميين مغاربه اليوم تفتح ليهم فين يشتغلوا ونستافدوا ما فيها باس. اما انه نبقاو بهذه الطريقه هذه تقبيه انا طيب. كنسمي اقصاء وتهميش، وحتى المسؤولين يتحملون المسؤوليه خاصه في ما نشاهده في الصحافه الرياضيه. خدنا وقت كثير هذا الموضوع، سي توفيق باش نختموا، كيفاش يمكن لنا نخلقوا هذا المشهد الاعلام الرياضي؟ خاص اراده، خاص تكون اراده قويه للدفع بالاعلام الرياضي. تنهضر هنا من هذا المنبر، يعني تنناشد سيدنا انه الاعلام الرياضي يكون عندنا واحد، يكون مواكب لهذه التدهورات اللي غادي تنظموا في المغرب، يكون واحد التطور بغينا نشوفوه ملموس ان شاء الله قريب، في القريب العاجل. داكور، بغينا يكون عندنا اعلام قوي فين اللي تتيح الفرصه للكفاءات، وحنا مقبلين على هاد الناس، خاص الناس اللي خاصهم التكوين يزيدوا يطوروا باش يواكبوا، خاصة على مجموعة من بعد نكون واقعين، كاين نقص. راه قبيلة فتحنا هذا القوس هذا وقلنا بأنه في هذا الزمان هذا ولينا تنشوفوا ما عرفناه واش إعلامي رياضي والصحافي واش فين خدامش من المنبر هذا، ولينا تنشوفوا بزاف ديال الناس يتكلموا في هذا المجال هذا، فخصو واحد التطور. الناس اللي خصهم تكوين خصهم يتزاد تعطى امكانيات للتكوين، يكونوا منابر قويه فين تتاح الفرصه كيف ما قال السي محمد، تتاح الفرصه للكفاءات. وفقط لا بغينا نعطيو داك الصوره قويه للمغرب، راه حشومه باش نقولوا واقعين السي محمد ولا يوسف، راه حشومه الان في ندوات صحفيه. في ندوات صحفيه يكون واحد ما تيعرفش اللغات ويعرف يترجم كلمه ماشي هذيك، ويكون خدام حتى في جون سي با في الجامعه ولا في شي مؤسسه يعني كمسؤول اعلامي، وداك وتعرف بان داك الفيديو ولا داك الصوره ولا داك المشهد راه يمكن يتناقلوه قنوات عالميه ويضحكوا عليك. فهمتي؟ اذا كفانا من اللي ما قادش بالمسؤوليه واللي ما قادش انه يكون في مرتبه تاهله يكون اعلامي مزيان ويشرف البلاد، لانك انت راه عندك مسؤوليه ديال انك تشرف البلاد الان دوفون المدربين اللي تيكونوا ديال الخارج، دوفون المنتخب الوطني راه دوزيام راه كاتريام مونديال، مقبلين على مباريات واستحقاقات قويه صعيد الانديه، على صعيد الانديه وعلى صعيد المنتخبات. مسموح لنا انه يكون ما يكونش عندنا واحد الاعلام واحد النوعيه ديال الصحفيين اللي تكون عندها جرأة وقادره انها تشرف البلاد بنوعيه ديال التدخلات ديالها، بنوعيه ديال التحليلات، بنوعيه ديال الاسئله اللي تطرح. يعني في الندوات خصها تكون تتبين بانك راه تتشرف واحد البلاد سميتو المغرب اللي هو رابع عالميا. وهذا قيس على ذلك ماشي فقط ما تتكلموش على كره القدم فقط، انما البلاد هذه راه بلاد ايضا صوفيا البقالي العاب القوى، بلاد ابطال ممكن يكونوا اولمبيين، منتخب كاتريام دي موند، يعني وي راه بلاد ديال 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 الابطال عالميين. فبالتالي خصنا نكونوا مواكبين، خصنا نكونوا مواكبين. سي مفتاح، كيفاش يمكننا نخلقوا المشهد الرياضي المغربي الاعلامي خصوصا؟ انا بكل صراحه زعما الا بغينا نكونوا صراحه مع نفسنا ما فيها باس، تكون واحد اللقاء تواصلي ولا الاعلام كامل، حيت ولات عندنا واحد التفريقه حتى ما بين بحال هذا المنتدى كان منتدى اليوم. ولكن بينه وبينك الى متى هذه المنتديات مثلا؟ مع احترامي الكامل انا ما نعطي دروس لحد، ما غادي نبان ندير فيها استاذ ولا شيء، غير كنقول الى متى مثلا اننا غنبقاو نعتمدوا على هاد الاساتذه ديالنا، انا غنقول الاساتذه ديالنا وما ندمجوش معنا الشباب، الى متى غيتم الاقصاء ديال الشباب؟ كاينين شباب جايين، كاينين صحافيين في المستوى العالي، ولكن مع احترامي الكامل لهاد الناس اللي كنقول اساتذه ديالنا، جيبوا معكم شباب تاهما على الاقل دمجوهم معكم في الحوار، ماشي تجمعوا غير نتوما وتدوو غير نتوما وتسافروا غير نتوما وتخرجوا غير نتوما وكأن عايشين بوحدكم في كوكب. اليوم حنا غريب هاد الشيء تناقشنا فيها السي محمد شحال مره دائما انا والسي محمد يمكن تنتلاقاو يوميا، ومن الاشياء اللي ديما تتناقش فيها هي هذه الحاله الصحيه ديال الصحافه الوطنيه، وتتفق انا وياه مع 99% و 98% ديال الافكار اللي هذه المقارنه ديال هذه المقارنات مثلا حتى الان بحال هذا الشيء تنتقارنوا تنتفقوا فيه. حتى الان يوسف جاي واحد الجيل، واش السي محمد يعقل واش انسان واخد روتريت؟ واش تخديتي روتريت؟ خديتي روتريت من المجال
ومازال باغي تبان ومازال باغي تخرج باغي تهضر ودير وقنوات وهذا وباغي تدخل انت ودير جمعيه كما قلتي وتسافر شنو الغرض ديالك؟ نعم هنا شبعتيش كنقول بانه اليوم كاين شباب نوعيه اخرى جيل اخر شباب اللي كيعرف كيفاش يخاطب هذاك المتلقي ما كنقصيش الاساتذه كنسميهم الاساتذه ديالهم. اعطيني التعريف ديال هذا الشاب صحفي شاب شنو هي التعريف؟ صحفي شاب ما يلاه عنده 5 سنوات 6 سنوات في المجال هذا هو اللي كنتكلم عليه شاب واحد خدم 20 عام 30 عام عمره باقي كيقول لي صحفي شاب لا احنا نرجعوا لا شو واضح يوسف واضح السيد وصل مثلا كما قال توفيق انا كنقولها ديما مع احترامي الكامل خدمتي 40 سنة مثلا في المجال تترباو على يدك اجيال اعطيتي ثقافه وخلي فين يشتغلوا ناس اخرين 20 سنه ديال الاشتغال كيكون الجيل الشباب 20 سنه في الميدان الجيل الشباب كيقول لك الشباب في القلب لا شوف خصنا اليوم بامانه اننا نكونوا صدرنا يتسع للنقاش وحتى هاد الاساتذه ديالنا يسمعوا لهاد العقليات الان ديال راه كاين صحفي ملي كتجي اليوم وكتحطو وكتناقش معاه كيقول لك ها يبدا عليا بداك الخطاب القديم ديالي دابا راه انا وياك وتوفيق راه حنا في الجيل الجديد هادشي اللي بغيت نقول لك واش جديد ساسوك دوزتي فيه 12 عام على الاقل و13 عام هذا عندي 17 عام هذا عندي 17 عام جيل جديد هنا اللي كنقول لك انه اليوم من بامانه نفتحوا الاوراش حتى مع هاد الصحفيين ونسمعوا ارائهم ونسمعوا حتى التفكير ديالهم حيت هاد الجيل اليوم جا طريقه نقاشه ولا طريقه التدبير ديالو للحوار ماشي هي الطريقه الكلاسيكيه كما بغينا نقولوا طبعا هذوك على راسنا وعيننا ولكن اليوم الناس بغاو السؤال واضح بغاو الجواب واضح ما تبقاش تدور عليا غنقول تقول لي 1+1 شحال غتقول لي واعتقد انه 1+1 طبيعي جدا وحتى اي واحد غيعرف بانه درتي فيها 5 دقائق وهي معروفه اليوم المتتبع ولا باغي داك الشيء واضح هذه زائده دي قولي شنو كاين وننميو ونطوروا ونستافدوا لان في الاول والاخير المتلقي هو اللي غيستافد واللي يقول اليوم انه عندي اعلام قوي ونقدر نسمع ليه ونناقش معاه ما نبقاش انه بعض المرات وبالله عليك دابا القنوات ديالنا كتبغي تستمتع غير ببرنامج حواري رياضي ما بقاش ايوا شنو علاش ما السبب اش هو دابا الرياضه تمشي معاك بعيد دابا نهضروا بكل بغينا الواقعيه وبغينا لونيتي حنا ما في اصوات ما عندناش شي حاجه دابا ملي تتمشيو ملي تنشوف انايا بعض المواكبات مع احترامي لجميع الزملاء تيمشيو مثلا للخارج لانه ملي تيوصل شي منافسه الكل تنسمع الجمعيات وتنسمع الناس كلشي تيضرب باغي يمشي يديبلاصا لهذاك واش عمرك تتشوف شي خبر حصري خطير خرج دواها شي صحفي دواها شي منافسه من منافسات هذه يونس خراشي لا خلينا تحيه ليه لانه يونس خراشي في المونديال ديال روسيا اللي مشى ليه بعد على كل ما هو يعني علاقه عنده هي هذاك المعالجه ديالو بوحدو هذاك الشيء راه يومي كيتم المعالجه ديالو ولكن هو عطانا بحال سافرنا حنا سافرنا معاه لروسيا حاجه اخرى من غير ملي تهضروا على كأس العالم كأس العالم غير الرابع في العالم المنتخب الوطني من بعد هذا كأس العالم لدابا هذا العام دابا نديروا تحليل للخدمة ديال الصحفيين المغرب واش الامباكت ديال هذا البوزيسيون هذا الكاتريام بوزيسيون مونديال واش الصحافة المغربية كانت قادرة أنها تمشي عند اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي أبار يمكن شفنا ذاك الرياضية اللي دار ذاك المجهود مشكورة ومشاو لتما وتلاقاو بعض العناصر واش شفنا شي حاجة داروها الناس يعني هاد اللاعبين اللي نورمالمون أي حاجة دابا وهذا الشيء تناقش أنا والسي محمد شحال مرة إلا كنا خاصنا نفتخروا خاصنا فين نخدموا من بعد كأس العالم وداك داك الكاتريام بوزيسيون راه هي المنتخب الوطني دابا ملي تدخل انت الاعلام الرياضي الوطني تتلقاه مكونسونطري ليا على شي حاجه نجاوبك على هذه النقطه اللي ما خصهاش تكون نجاوبك على هذه النقطه هذه النقطه هذه نهضر على اصوات من بعد كأس العالم بدايه بالناخب الوطني حاولنا بمراسلات عديدة هذيك كانت جائزة ديال شخصية السنة اللي كتكون ككل سنة وهي مرشح فيها على المجال الرياضي فوزي قجع هذه السنة هذه بالإضافة لمجموعة من الأسماء درنا مراسلات عديدة باش نستضفوا الناخب الوطني مشينا عند أندية أوروبية راسلتهم
باش نستضفوا مجموعه من اللاعبين، ما كاينش هناك جواب. ما كاينش هناك جواب، لانه خاصك دير واحد البروسيدور وخاصك تكون اهل ثقه بزاف د الحوايج اللي كتخليك انه يستحيل عليك. كيف ما قال جواب جاوبك على كيف ما قال سي محمد، جاوبك على السؤال صعيب عليك تاخذ المسؤوله ولا شي واحد. الاشكال اللي كاين ماشي غير عندك انت، راه عند مجموعه من القناه، مجموعه من الاصوات شنو اللي دارت. دابا الاشكال فين كاين؟ مو جو تروف اشكال فين كاين، هو في البعد ديال الصحافه الوطنيه، بعد الصحافه الصحفيين على المسائل المهمه جدا تنتقش على المنتخب الوطني، اهم مساله المنتخب الوطني المغربي. فبالتالي كانت واحد لا كونسونطراسيون كبيره عند الاعلام الرياضي الوطني على توسكي ناسيونال، بطوله القسم الاول، احداث فين ما كان شي مشكل، فين ما كان شي مشكل بسيط ترجع ما عرف شنو هو تدار به البوز عند مجموعه. ولو كل حاجه اللي مهمه عند الصحفي هي يكون قريب من الاشياء اللي اهم. المنتخب الوطني مثلا الصحفي خصو يكون قريب بزاف من اللاعبين، خص باش تبيلد هذاك التراست، باش تكون ديك الثقه بين اللاعب وبين هذا. مالوروزمون لسنوات الصحفيين كانوا مغيبين، الصحفيين المهمين كانوا مغيبين على انهم يكونوا قراب من الاشياء اللي هي مهمه على الصعيد الوطني، لجعل انه مثلا اي قناه الوقت اللي نحتاجو حنا المنتخب الوطني. توفيق ما نقدروش نقولوهم في لونطين، داكشي علاش حنا تنهضروا بهذا الامر. ماشي كلشي كيتقال، ولكن حنا حاولنا نقربوا اكثر المكامن الخلل اللي كاينين باش نختموا. ملي كنتكلموا بامانه كنتكلموا بهذه الطريقه ولا بهذا الحرقه، غير تمنى الاعلام الرياضي طبعا طبيعي، لانه حنا كيف كنقولوا انا واحد قال لي قبل كان غادي نعتزل انا متقعد. انت عارف انا ردوز معك ستاج هنا زعما باش تعرف. باش نتكلموا ان اليوم اتفق انه هاد الصحفيين اللي كنتكلموا عليهم اليوم اساتذه ديالنا، وكاين شباب اللي جايين ماشي كلشي صالح، ماشي كلشي مزيان، كاين البعض اللي بامانه كيسيء لراسو، يسيء المهنه وما الى ذلك كما قال توفيق. ولكن خصنا التخليق، خصنا التحديد، خصنا ما يمكنش راه شوف نكونوا صراحه، ما يمكنش واحد ما عنده حتى علاقه بالرياضه وغلقى حاضر في تظاهره كبرى رياضيه وصحفي رياضي ما حاضر. شنو بغيتي تعطيني انا اليوم كنتكلموا على هذه الامور؟ كاين بعض الناس اللي بين قوسين يمكن كيتكلموا عليهم انه يؤثر او ما شابه ذلك، ولكن يمكنش يتجاوز الحدود ديالو. راه الصحفي الرياضي هو صحفي، وراه حتى المؤسسات للاسف كتعتمد هادو اللي عندهم لي لايك وعندهم معجبين اكثر من الصحفي. علاش كنقول لك راه ندور تنعيا خويا يوسف، غنلقى المسؤول هو اول من يجب اللوم والعتاب ديالو على هذا الوضع اللي وصلنا ليه اليوم. الشيء هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه، هذا الاحتقان في مواقع التواصل الاجتماعي والشغب، والله العظيم للسبب ديالو المسؤولين وتصريحاتهم وخرجاتهم الاعلاميه والبلاغات ديالهم اللي ما واضحاش. ونتمنوا ان هذا الشيء ينضاطر وتكون كل شيء يد وحده، الاعلامي والمسؤول بجوجهم. الهدف منهم انا نطرح سؤالي، المسؤول كيعطي الجواب ديالو والحكم كيبقى للمتتبع. طيب سي محمد مفتاح، باش نختم التعليق ديال المستمعين دخلوا معنا كذلك في النقاش. محمد الفحل كيقول لك بالعربيه تعرب خاص الحارس القديم المسيطر على دوائر الاعلام المغربي يترك الميدان للجيل الجديد. ياسر عطار يوسف سول الضيوف على مساله انتقاد منبر لاخر، واش عادي ولا طاب؟ اخلاقيا قول لي طاب وقول لي طاب. اخلاقيا صعيبه، اخلاقيا من غير المؤسسات العموميه فما يمكنش مثلا مؤسسه خاصه تنتقد مؤسسه خاصه. اخلاقيا كنهضر على اخلاقيا شويه صعيبه. زروال مصطفى، الحق في المعلومه الصحيحه مواجهه الافكار السلبيه بالافكار الايجابيه. عبدو يانيس، واش هاد رابع عالمين غتبقى عايشه معنا الى يوم القيامه؟ طبيعه الحال كيف ما تبقى عايشه معنا حياتنا كلها الى يوم القيامه. سهلة عندك مصطفى الزياني، غادي نساوى في النهار. تحية ليك والضيوف خويا الحداوي، حلقة ممتازة وموضوع مهم، شكرا لك خويا. نجاة زياني، في الواقع الصحافة الحقيقية بدأت تندحر بوجود متطرفين على المهنة الذين شوهوا صورة الصحفي المغربي، أمثال من ذهبوا لقطر للاسترزاق من وراء بيع التذاكر التي منحت لمشجعي فريقنا الوطني. طيب زروال مصطفى، لماذا وزارة الاتصال والإعلام سحبت مقطع لرئيس الحكومة يقول فيه يتحدى ما عرفش، يمكن كتجاوب شي تعليق آخر.
مصطفى زياني تحية لك نجاة. طيب شكرا لكم متابعين ديالنا. ذكرنا مباراة الرجاء الرياضي انتهت اللحظة بهدفين لهدف، نفس نتيجة الجولة الأولى، وانتصار جديد للفريق الأخضر في إطار الصراع ديالو على لقب هذا الموسم. فاصل وغادي نمشيو الحديث عن مباراة الوداد وسيمبا الطنزاني. نهضت زمام راه الجولة الحادية عشرة انتهت بفوز الرجاء بهدفين لهدف. سي مفتاح، كيفاش شتي أداء الرجاء اليوم؟ يمكن نقول لك انه فريق رجاء الرياضي في الدورات الاخيره كياكد على انه جاهز من اجل انه يواصل البحث على اللقب كيف وكيف باقي الانديه. كاين تطور في المستوى، طبعا كاين تطور، وكيبان بانه مشكل الرجاء مازال مشكل واحد منذ بدايه الموسم هو غياب مهاجم. ديك اللمسه الاخيره، يمكن فريق رجاء كيخلق عدد كبير من الفرص سواء على من جانب اللاعب بوغرين ولا كذلك زرهوني ولا كذلك حتى النفاتي، ولكن داك القناص داك اللي كيوصل الكره للمرمى ما كاينش، وكيعاني من هذا الجانب فريق رجاء الرياضي، علما بانه المدرب اللي كتكون انت مع الفريق اللي يمكن نقول انه الان راه لعبتي معاه تقريبا بطوله وباقي ما لقيتيش حلول وطريقه اللي تلعب بها، ريت ما يكون عندك مهاجم يمكن دابا موهوب بدا كيسترجع العافيه ديالو بدا كيرجع، ولكن صعب جدا انك بموهوب غادي تلعب الموسم وغادي تعتمد عليه كراس حربه بشكل كبير، وهو يلاه جاي كيرجع يمكن الشطر الثاني من البطوله. ممكن اكيد انه الا كان فريق رجاء الرياضي ما منوعش من الانتدابات، لانه الان منع من الانتدابات هو واحد حد الامر اللي مفروض امر واقعي، علما بانه كتطرح العديد من التساؤلات، كتجي وانت عارف عندك ملفات وتحت دريعات حقاره هذا باقي اونكور، راه نمشي ننتداب حتى يتحكم عاد نحبس، وهذه الاشكاليه كتخلي الفرق في ازمه ماليه كبيره. بشكل عام باش نبقاو نتكلموا على الماتش، فكنظن الان فريق رجاء الرياضي وصل الانتصار ديالو السادس، خمسة ديال التعادلات بدون هزيمة، كتبان على أنه فريق يعني النتائج اللي كيحصل عليها اليوم رغم أن الجماهير، وهنا كاين انقسام على مستوى الجماهير، فالفريق وضع 3000 تذكرة باش يدخلوا، ما دخلوش 3000 ديال الجماهير، وهذا في نقاش، ولو أنه الموضوع يستحق الحديث عنه. علاش؟ لأنه واش اليوم المسؤول الطريقة اللي كيوصل بها الميساج، بغيتي دير مثلا بطاقة رجاوي ولا ماشي غير تجي وديرها، ناقش مع الناس غير وضحها لهم، راه كاين اللي كتجي وتقول لي غندير واحد الحاجه كيحسبك فرضتي عليه ما غيقبلهاش. واخا هي ايجابيه انا وانت والاخر يقول لك مزيان، انا نعرف شكون اللي كيدخل التيران مزيان، نحدوا من الشغب شيء جميل اننا نضبطوا امورنا، ولكن غير الطريقه باش تجي وتحطها لي كانك انت الامر الناهي ما غنسمحش لك بها. واليوم هذا هو اللي كيخلي انه جماهير الرجاء ما حاضرش في التيران، واخا تحط التذاكر لان الجمهور كيقول لك بحال حرمتيني من واحد الحاجه، واخا هي في الحقيقه ان مزيان الناس تدخل ونعرفوا شكون كيدخل، علاش انت ما باغيش تدخل اخويا؟ وعلاش ما باغيش تعطي الهويه ديالك؟ علاش ما باغيش تعرف وانت باغي تمشي للتيران؟ معول على دير شي حاجه، ولكن كاين اللي غيمشي معك العكس، غير علاش انت تفرض عليا؟ جي جلس معايا وناقش معايا وقول لي شوف بدايه الموسم هذا الموسم غنديرو ونقدر نوافق معاك ونمشي معاك بالتدريج. الله يرضي عليك. اما بحال قضيه الشهوب حكاره، لو وقفنا الماتش راه ويكلو شعلوا واحد العشره راه دايز الامور، دار شويه ديال الضبابه دايز، وهذا الازدواجيه في الخطاب خصنا اليوم نكونوا اننا صله توصل شي لما تواصلتيش ما كاين حتى شي حاجه، غنجلس معاك نقول لك ودي انا غندير هذا الامر لهذا الغرض، اعطيني انت الحلول اللي عندك ونخرجوا بنتيجه، وانا ذاك غيكون الامور كلها واضحه. اما انك تجي تحسس الجمهور انك فرضتي عليه، فثق بيا دائما غيبقى ذاك البعد، ومن العيب اننا اليوم كنشوفوا مشاكل في الملاعب وكنزيدوا ما كنشوفوش المستوى اللي يمكن يليق بالبطوله، ويغيب الجمهور فين غاديين؟ كنظن انه غادي الهويه لتحت، صعب جدا اننا نواصلوا بهالطريقه. طيب الوداد اليوم امام سيمبا الطنزاني، مباراه حاسمه، مباراه كيف ما كنقولوا حياه او موت بالنسبه للوداد في المجموعة ديالو، المجموعة الثانية اللي لحد الساعة من بعد مرور جوج الجولات صفر نقطة، جوج الهزائم، كنظن أول مرة كيوقع في هاد كيوصل المجموعة الجولة الثالثة وما عندوش نقاط فريق الوداد الرياضي في هاد السنوات الأخيرة اللي لعب فيها دور المجموعات. فأول شيء سي توفيق، كيفاش كتشوف المباراة من بعد انتصار أمام مولودية وجدة؟ أكيد انتصار معنوي رغم أن الجمهور ما كانش راضي على أداء الفريق أمام مولودية وجدة، ولكن كيجي انتصار من بعد منو كيجي تصريحات ديال المدرب اللي تابعتها كنظن من بعد مباراه مولوديه وجده، رغم انه كيبان فيه شويه الراحه في وجهه انه راه انتصر وحقق واحد عدد ديال النقاط اللي كانت مهمه في الصراع ديالو كذلك على اللقب بالنسبه للدوري الوطني الاحترافي اللي ضاع عليه الموسم الماضي. فكيفاش كتشوف المباراه اليوم في ظل هذه المعطيات هذه؟
جاوبك على بزاف ديال الاشياء اللي ذكرتي دابا يا سي يوسف. بون هادو معطيات دونك بالنسبه للمباراه ديال اليوم كيف ما قلت يعني اول مره غادي نلعبوا وحنا عندنا المباراه الثالثه وعندنا صفر نقطه في دور المجموعات من هذه 9 سنوات. هذه التاسع مره تنوصلوا فيها لدور المجموعات على التوالي يعني وتكون كارثه الا كانت اول مره نخرجوا من دور المجموعات لان عمرنا ما خرجنا من دور المجموعات في هذه المشاركه 9 الاخيره المتتاليه يعني المتتاليه. الوداد صعب الامور على نفسه يعني بهزيمه غير مرتقبه امام جالاكسي البوتسواني بهدف لصفر مستوى متدهور بشكل كبير في المباراه ديال اسيك ميموزا كان على اترو اترو كانت هزيمه ثانيه يعني الان الوداد مطالب بانتصار ولا شيء غير الانتصار كما قلتي اوزمون كانت المباراه ديال المولديه اللوجيه كيف ما قلتي عطات واحد المعنويات رفعات من المعنويات رجعت الوداد يمكن نقولوا ان شاء الله لسكه انتصارات وحنا الان الجمهور يعني تترقب انتصار اخر بلا غير مانيير ماشي فقط النتيجه كيف ما كانت في المباراه ديال المولديه اللوجيه كيف ما قلتي الانتصار ديال اليوم اللي هو حتمي مسألة حتمية غادي يجعل الوداد تنطلق من جديد في العصبة ديال الأبطال في دور المجموعات ساشو خاصها تمشي أو خاص الفريق يمشي يجيب انتصار من بوتسوان من طنزانيا سكي سخيف با دي فاسيل وميم طون ماشي مستحيل إلا رجعت المعنويات ولكن الآن اللي تنشوفه تراكم ديال المباريات لا كونديسيون فيزيك ديال اللاعبين يعني الوداد تتلعب الحد والأربع يعني من زمان من الانطلاقة ديالها في الدوري الإفريقي الجديد يعني اللاعبين تهلكوا شوية ولكن الآن كان هناك تغيير على مستوى المعيد البدني تغيير على مستوى الكينيزيثيرابيوت ديال الوداد أملا في تحسين المردودية ديال اللاعبين والكونديسيون فيزيك ديالهم اللي يجعلهم أنهم يزيدوا ويتقووا ويحسموا المباريات لصالحهم المباريات المقبلة لأن الوداد مقبل على مجموعة من المباريات من هنا لو 15 جانفي يعني الانطلاقة ديال كأس إفريقيا الأمم يعني مجموعة من المؤجلات على صعيد البطولة ثم المباريات ديال كأس الضغط ديال عصبة الأبطال. إذن الوداد إلا بغى يمشي على الأقل ينسى هذه الهزيمتين خصو ينتصر في جوج مباريات اليوم بداية من اليوم ثم المباراة ديال العودة اللي تعطي واحد الأمل للاعبين ترفع لهم معنويات والجمهور باش نقدروا نتجاوزوا هذه الأزمة هذه وندوزوا على الأقل لدور الربع النهائي ومن بعد يعني الميركاتو الشتوي الأشياء اللي ممكن تغير والتوقف اللي غادي يكون ديال كأس إفريقيا فرصة للاعبين والمدرب أنه يسترجع القوة ديالهم على صعيد كونديسيون فيزيك ويستعدوا من جديد يديروا واحد بروغرام ديال لونترينمون سوليد الاستحقاقات المقبله يكون برنامج قوي. مثلا بالنسبه لطريقه الاداء بالنسبه للمساله اللي ذكرتي الاداء الجمهور ما كانش مقتنع بالاداء في المباراه الاخيره ديال مولديه وجده مجموعه من المباريات الجمهور ديال الوداد ما كانش مقتنع بالمستوى رغم انه كنا وصلنا للفينال ديال الدوري الافريقي وكنت قلتها هنايا في الاستوديو عندك يمكن في اخر حلقه يوسف دائما انا هذا رايي ديالي الطريقه ديال عادل الرمزي هو تنعرفوا بانه مكون في الاوروب الطريقه علاش تعتمد انه ليزيل ديالك اللي عندك ليزيل في الفريق مثلا الحتيمي ولا ابو سفيان فتخوي لهم رجلين لانه علاش اللاعبين مطالبين انهم يرجعوا حتى يتوسطوا بالكره من منطقة بعيدة تقريبا من وسط الميدان تيطالقوا تخصو تيوصل حتى الكاري دي زويت ويعطي الكرة يلقى شي واحد يعطيه ليه اللي ما كاينش هو اصلا داك تسعود اللي غادي يترجم العمليات هذه الكرة إذا وصلت لتسعود راه ما كاينش اصلا داك المستوى اللي خصو يكون فيه داكور. إذن لو تاكتيك ولا لو سيستيم باش يلعب اللي تيلعب به عادل رمزي صعيب انه يوافق الوداد الرياضي وليدونتيتي ديال الوداد ساشون كو تسعود اللي كان اللي تنهضروا عليه صومبو متر راه كان هدف البطوله الموسم الماضي داكور انما هدف البطوله كان تيتلقى كرات من سي دي سونتراج اللي كان تيتلقى من الليل ساسو نجم ولا هذا تيجعل انه بضربه راسيه ممكن يغير لك النتيجه. ماتنو اللاعب تيبدل واحد المجهود كبير على مستوى الرواق الايمن او الايسر وتيدخل الى لقى المساحه وراوغ ودخل
تيمكن يتيح الفرصه لذاك لاتاكون اللي خصو يكون في المكان المناسب. يمكن الفكره راه واضحه، هذا تيتطلب واحد المجهود كبير جدا، مجهود بدني كبير من طرف ليزال. هذه خطه اللي ماشي سهل انها تنجح في الـ في الـ في البطوله في, في المغرب باش نكونوا واقعيين، في عند نادي مغربي باللي كونديسيون اللي كاينين. طيب. بالامكانيات اللي عند اللاعبين المغاربه. سي مفتاح، حاجه اخرى قبل ما نختم نخليك، بالنسبه للتصريحات تكلمتي على التصريحات ديال عادل رمزي سي يوسف، لحد الان ملي جا عادل رمزي ما عمري سمعت تصريح واحد فيه تيحمل نفسه المسؤوليه. طيب دائما كيحمل اللاعبين ولا كيحملها الجهات الخارجيه ولا الوضع اللي كيعيشوا الفريق. سي مفتاح، كنظن ان كيف ما قلنا مباراه اليوم حياه وموت بالنسبه للوداد، خاصو ينتصر. الا انتصر يلا غادي يرجع الوضع اللي كان فيه في 2017 مع الحسين عموته، وصل للمباراه الرابعه وعنده فقط 3 ديال النقاط، لانه كان فاز في المباراه الاولى، من بعد هزم امام زاناكو وامام الاهلي جوج مباريات متتاليه كانت فيهم الهزيمه، من بعد فاز بالمباريات ديالو كاملين. هي ديك الساعه كانت عنده ثلاثه مباريات. في 2017 كنا انتصرنا على كوتون سبور 2-0، كنا مشينا خسرنا مع الاهلي بجوج صفر هناك. لا خسرنا مع زاناكو قبل، خسرنا مع زاناكو 1-0 ومع الاهلي بجوج صفر، كنا رابحين بجوج المباراه الاولى مع كوتون سبور. اشي اللي قلت ليه، قلت ليه غادي نوصلوا ثلاثه نقاط، غنوصلوا للجوله الرابعه عندنا ثلاثه نقاط. اذا ربحنا اليوم، اذا ربحنا اليوم غادي نوصلوا للجوله الرابعه عندنا ثلاثه نقاط، يعني غنوليو عندنا وضعيه مشابهه 2017. لكن كيف ما قلنا ذاك الوقت كان عندنا ثلاثه المباريات خاصنا نربحوهم متابعين، دابا خاصنا عندنا اربعه المباريات خاصنا نربحوهم متابعين. فكنظن ان الوضعيه جد صعبه بالنسبه لفريق الوداد الرياضي، في ظل غياب مجموعه من اللاعبين ابرزهم ايوب العملود اللي كنظن انه غادي يواصل الغياب ديالو بسبب الاصابه. لا بصدق زعما الوداد الرياضي يمكن انه اللي يمكن التخوف اللي كاين دابا ما كتحش بانه كاين رده فعل، ما كتحش ان اللاعبين عندهم القابليه انهم يعطيو على ما يمكنش ان لاعب الامس القريب كان كيعرف يمرر، اليوم ما بقاش يعرف يمرر. ما يمكنش ان لاعب الامس القريب كان كيعرف يكونترولي الكره، اليوم ما بقاش. ففريق الوداد الرياضي شيء ما كاين حتى واحد ما عارفه، ولعل في الخرجات الاعلاميه لسعيد الناصر رئيس الوداد ولعادل رمزي كذلك من بعد المباريات التصريحات اللي كيقول كيعطيو دليل قاطع على ان كاين شي حاجه في الكواليس اللي ما عارفها حتى واحد. لان ملي كيجي عادل رمزي وكيقول لك ودي هناك من اراد التحكم فيا وفي الفريق، هنا كنقول زعما شكون هاد الناس وماش مسميتيهمش، واش هما من المكتب واش هما من اللاعبين واش هما من الجمهور واش من اللي حداك في الصطاف، واش حيت كله كيفاش خربطها ماشي اللي مشى يتحكم تحكم فيه تحكم فيه قالك تحكموا فيه تحكموا فيه دونك زيد على ذلك حتى الخيارات ديال المدرب. بامانه انا ما غاديش ما نكونش متطفل ونتكلم على ما هو تقني، ولكن الخيارات ولا التغييرات ديال المدرب احنا متبعين كره بشكل جيد، كندوي على رأي توفيق. شوف انت حتى الله يسهلك، انا ما دويتش عليك اخويا، انت تفهم في التقني تفهم في كل شيء، الله يسهلك خليني ندوي على رايي، خليني ندوي على رايي. انا كنقول لك انا لست متطفل، ما قلتش لي احنا متطفلين، لا انا كندوي على راسي توفيق، خليني ندوي كما بغيت ودويت انت كما بغيت. انا كندوي على راسي، اسمح لي انا كندوي على راسي، انا ولينا متطفلين، خليني ندوي على راسي. شوف انت عندك شوف فهم كما بغيت، انا ما تكلمتش عليك على العموم. فقلت انه انا لست متطفل على المستوى التقني، ولكن الخيارات والتغييرات ديال المدرب كتعطيك انه اشياء اللي غير واضحه. يمكنش انني نغير لاعبين اللي انت عارف بان مستواهم نوعا ما افضل، ولا هما اللي صالحين الوداد ما كيلعبوش، واخرين هما اللي كيبقوا لاعبين. فهاد الاشياء كتقول ودي يمكن ان الوداد اليوم امام محك حقيقي كيف قلتي، ولكن المباراه صعبه بامانه، صعبه للوداد. علاش؟ لان ما عطاوش الاطمئنان، ما عطاوش واحد الصوره لان ممكن ان الوداد تعطي رده فعل. اتمنى صادقا على انهم ينتصروا في هذه المباراه، لان ما كاينش خيار، ولكن الا دخلوا بتلك الفكره ديال انه حقا غنلعبوا مع بن شيخه وانه كيفهم الكره المغربيه وما الى ذلك، فالتقبيل الامر غيكون صعب. نتمنى انه الزياره اللي كانت ديال جماهير الوداد تعطي دفعه معنويه للاعبين قبل المباراه وجده، على الطبيعي جدا، والانتصار كذلك مع المولود يعطي ما هو معنوي، لانه ما يمكنش اننا سنوات وحنا مولفين ان فريق الوداد الرياضي هو الممثل ديال كره القدم الوطنيه في دوري الابطال، انه يخرج من هذه المرحله هذه
فكلنا وراء فريق الوداد من أجل أنه يواصل المشوار ولما لا يفوز باللقب إن شاء الله. طيب غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجع مكملين هذه الحصة إلى غاية السادسة مساء مع السي محمد المفتاح وكذلك مع يونس مكوار في إخراج رد الحصة. إذا نواصل معكم مستمعي الكرام خلال هذه الحصة من برنامج أصوات الرياضة مباشرة على أصوات لظرف كي غادرنا السي توفيق صناجي. نتمنى الأمور تكون بخير إن شاء الله. نواصلوا مع السي محمد مفتاح. الوداد الرياضي اليوم كنظن أن الأمور يعني محسومة. العامل ديال المغادرة ديال مدينة الدار البيضاء للاعب في مدينة مراكش، كيفاش يمكن أنه ما يصعبش الموري على فريق الوداد الرياضي؟ كنعرفوا أنه ملعب البشير شوية قريب، ديبلاسمو قريبة، ولكن ملعب البشير ماشي هو الملعب اللي يمكن أنه يخليك تلعب في مساحات كبيرة، تلعب في كيف ما هو ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ملعب مراكش ملعب كبير، لكن التنقل ديال الجماهير اللي هو محتاجه فريق الوداد الرياضي، فأكيد يمكن هذه نقطة يمكن توضع بعض المتاعب فريق الوداد الرياضي. طبيعة الحال وزيد على ذلك أخي يوسف أنه هذا المركب الكبير ديال مراكش يلا احتضن المباراة ديال كوكب مراكش الدفاع الحسني الجديد يوم الجمعة الماضي، وبذلك احتضن مباريات كبرى. الوداد يمكن البشير باش دابا كيما خاصه بطولة ديال البشير، بطولة البشير لكرة القدم. فكنقول أنه اليوم بأمانة اللاعبين ديال الوداد خصهم ينسوا كل شيء ويفكروا في حاجة واحدة، وأن الجماهير ديال الوداد اللي كتنقل لمراكش من أجل أنها تساند هذا الفريق هذا ودعمه من أجل أنه واصل المشوار دياله. كيف قلت أنه من غير المقبول أن الوداد ما تواصلش المشوار في دوري الأبطال، خاصة هذا الموسم هذا، لأن الوداد وصل واحد المستوى عالي جدا، لعب المباراة النهائية على مستوى الدوري الإفريقي. أعتقد أنه حتى المبرر ديال أنه كثرة المباريات لا أتفق معه، لأن بالنسبة لي اللوم كنرجع للمدرب اللي ما دارش تغييرات في الوقت المناسب، لأنه بغينا ولا هنا عندك لاعبين بحال دابا الدراوي. الدراوي راه من اللاعبين اللي ما عمره جلس من نهار بدا يلعب مع الوداد وما قدرتيش تغير، علما عندك محروس، عندك سرغات، عندك وما عطيتيهمش فرصه. نعم. عندك ايت برايم جيتي تلخر هذا لعبتي. هنا ربما الحديث على عادل رمزي واللوم عليه، كاين مجموعه من اللاعبين اللي كاينين عندك في اللائحه وما تعطاهمش الفرصه. علاش ما عرفناش شنو هما الاسباب؟ هذه اللي كنربطها بهناك من تحكم فيا ولا تحكم في المجموعه. ممكن انا قراءه كنقول هنا كنربطها كنقول واش لما تكلم عادل وقال لك ودي لك اللي تحكم فيا وكي اللي دار، واش كان تحكم على مستوى التشكيله واللاعبين اللي كيلعبوا؟ ما المفروض هما اللي يلعبوا. واش كانت امور اخرى؟ فكنقول بانه اليوم خصنا نساو كل شيء، خصنا نركزوا على حاجه واحده، وان الوداد اليوم ما عندوش خيار الا الانتصار، وخص اللاعبين يامنوا بها. اليوم كنشوف انه الوداد مثلا في مباراة ديال المولودية كانت على الأقل ردة الفعل، كان على الأقل فريق الوداد نوعا ما حاضر ذهنيا ولو بنسبة قليلة. طبيعي غير تكون القاعدة الجماهيرية ديال المباراة ديال الوداد اليوم ماشي هي اللي نفسها اللي لعبة اللي كانت حاضرة في المولودية، وكنقول بأنه فرصة للتصالح مع النتائج الإيجابية ومع كذلك المحيط ديال الوداد، لأن أنا سمعت أنه كاين حتى على مستوى ما هو مالي كاين بريم خاص للمباراة هذه. هذا شيء جميل، كنتمنى أنه كيف قلت اللاعبين ينسوا كل المشاكل ويركزوا ويعرفوا بأنه لا داروا شي حاجه غيديروا لهذوك الانصار، هذوك المحبين اللي كيتنقلوا كيمشيو رفقة الفريق ديالهم في مكان. وكنظن انه ما يمكنش الوداد اللي وصل لواحد المستوى عالي يخرج بهذه الطريقه من دوري الابطال، لان غير من غير المقبول. حتى على مستوى التشكيله عندك لاعبين مستوى عالي، كل اللاعبين اللي كاينين دابا مستوى عالي في الوداد، باستثناء انه غيخصك واحد مهاجم وواحد فلاكس، ولكن عندك اللي كتكلم على حركاس ابو الفاتح، كتكلم على الاظهيره عطيه الله العملود، كتكلم على خط الوسط جبران الدراوي، كاين عندك لاعبين مستوى عالي. ما ينقص هو اللي كنتمنى عادل رمزي يوصل ليه، وبركه من التشويش انه عادل رمزي غيلعب مباراه وعنده مباراه اليوم، وكنسمع انه قال لحقره كيفوض مدرب جاي مدرب. هاد الامور ماشي وقتها، ماشي ان الوقت اننا نتحدثوا على هذا الشيء. اليوم خاصنا نكونوا ورا فريق الوداد. كيتكلم عليك على اساس عنده مصلحه، كاين مصيره، كاين ناس باغيين مصلحه المدربين ديالهم، يعني امور صعبه عادي انا نشوفوها دابا في هذا الوقت هذه. ملي كيكون ما توصلش اللعابه والمدرب، انا هذه غادي توصل مي
يدخلوهاش لدراهم، لانه هذاك اللي باغي مثلا انا باغي المصلحه ديالك انت، طبعا ما غاديش نعقل على شي واحد اخر، غادي كتبان لي غادي نروج للمصلحه ديالك انت. فهادشي اللي كيوقع انه غادي توصل المدرب وغتوصل اللاعب، غير هو المهم هو ان هادشي هذا ملي كتوصل اللاعبين وكيوصل للمدرب، المدرب يعرف كيفاش يتعامل معاه، يعرف كيفاش يخرج من هذه الوضعيه هذه ويخرج من هذا، ما يتسوقش من هذا لهذا التشويش هذا. ملي كيقول لك المدرب دائما راه المشكل ما عنديش انا، ما عنديش حتى شي حاجه تقنيه ولا هذا، عندي المشكل ما هو في الراس ذهني بهاد العبارات اللي كيقول. فكنظن انه ربما المدرب خاصو ينجح اليوم باش يستغل ذاك النتيجه الايجابيه اللي كانت امام مولوديه وجده، رغم الحديث على التحكيم ورغم انه، ولكن بالنسبه للفريق الوداد الرياضي فهو راه انتصار وثلاثه ديال النقاط امام فريق مولوديه وجده. فاليوم كيفاش يمكن عادل الرمزي يدخل اللقاء اليوم امام فريق اللي كيطمح على انه يلتحق كذلك بالصداره، امام مدرب اللي كيعرف جيدا كره القدم الوطنيه واللي ضيع نقاط لا مع اسيك ميموزا ولا مع كذلك جالاكسي البوتسواني؟ لا هو شوف اليوم انا ما انتظره، انا ما كنتسناش بامانه بصدق، ما كنتسناش من عادل الرمزي فقط، انا كنتسنى من اللاعبين، انا كنتسنى من هذوك العناصر. لما كنتكلم على جبران وكنتكلم على عطية الله وكنتكلم على مطيع وكنتكلم على حركاس وكنتكلم على ابو الفتح و هاد اللاعبين هما اللي كنتسنى منهم رده الفعل، هما اللي كنتسنى اليوم انهم يكونوا واجدين. راه شحال من مباراه يوسف كان الفريق تائه ولكن اللاعبين قدروا هما يفرضوا وجودهم، هما اللي بحثوا على الانتصار وهما اللي قلبوا على العوده في المباراه وهما اللي يعطيو السؤالي من حس هذا الجماهير. فما يمكنش انني اليوم انا فقط الخطاب موجه لعادل، طبعا عادل رمزي مدرب ومهما دار ومهما حاول كيبان انه حتى في التصريحات ديالو الداخل ديالو كتحس به باغي ينجح باي طريقه مع الوداد، لانه عارف الا ما نجحش مع الوداد غيرجع خطوات الى الوراء. وهذا خلاه انه حتى تصريحاته كيحاول ديما ما يتحملش هو المسؤوليه، كيقول لك ودي انا راه كاينين عندي لاعبين مزيانين ولكن المونطال التركيز كذا. علاش؟ انا عارف بانه انت جيتي لواحد الفريق صال وجال في افريقيا 10 سنوات في دوري الابطال مستوى عالي، يعني اش كنقولوا ليه ما عندوش مبررات وما عندوش الحق انه يغلط شي غلطه بحال هذه انه يخرج من دور المجموعات. لا ما يقبلهاش من غير المقبول، وحتى ماشي غير من جانب انه الجماهير ما غتقبلهاش، حتى على المستوى لما كنتكلموا على الوداد دابا راه الهزيمه ديال الوداد مع جالاكسي راه خلات انه العديد من الانديه ولا العديد من الصحف تتحدث عن هذا الوضع. لا صحف مصريه ولا صحف ديال مثلا، العديد من الصحف كتقول لك ودي الفريق اللي وصل النهائي ديال الدوري الافريقي راه نهزم مع فريق بوتسوانا، الفريق اللي وصل النهائي ديال الدوري الافريقي نهزم مع اسيك، وكنعرفوا اسيك ماشي طبعا تاريخ، ولكن اسيك ماشي لاسيك في وقت سابق. لاسيك راه لعبات مؤخرا مع النهضه البركانيه وشفناها امام لاسيك، يعني كانت هزيمه من جميع الجوانب، لا اداء لا فرصة، يعني حتى مباراه جالاكسي نقولوا انه فريق وصل وضيع مجموعه من الفرص، الحظ ما كانش في ديك المباراه لانه الفريق صراحه ضيع فرص وصل للمرمى، لا الاخرين كانوا واقفين مزيان، لا راه ضيعنا فرص. لكن انك في مباراه جالاكسي ما دير حتى شي فرصه، يعني شويه لا هو شوف مباراه اسيك نعم. لا كيبان انه في الوداد كاين شي حاجه ماشي هي هذيك كاينه، حيت علاش الخارجات الاعلاميه ديال المسؤولين يوسف عطات اشارات لا ديال الناصري قلت ولا ديال العديل، يعني كتبان انه كاين شي حاجه فين العتاب ولا اللوم اللي نقدر نقول وانك انت خسرتي مع جالاكسي البوتسواني، من بعد خسرتي مع الجيش اللي نقدروا نقولوا ندوزوا لان الجيش كانت واجده، انت لعبتي مباريات كثيره، الجيش كانوا خداوا واحد الوقت كافي، كانوا خسروا مع اسفي جاو، كان طبيعي انهم يديروا رده الفعل وما الى ذلك. ولكن تما بعد الهزيمه مثلا مع سان داونز وجيتي خسرتي مع جالاكسي، تما كان الشمال يتجمع، اجي نجلسوا اش واقع في الوداد، فين كاين الخلل نعالجوه تم. اما خليتي المباراه الثانيه والثالثه والرابعه وحتى ملي انتصرتي على المولوديه ما قنعتيش وخرجتي صريح كتقول غيتحكموا فيا وعير حماني الناصري، فهاد الاشياء كتبان انه ما الجروب ماشي سودي، لان الوداد باش وصلت لهذا المستوى بالعائله، كتقول الوداد كتقول العائله، علاش؟ لان كل شيء كيتضارب على كل شيء، كل شيء كيتقاتل على كل شيء، واللاعبين كتحس بهم حتى في التيران كيتعاونوا مع بعضياتهم، عكس هاد الشيء اللي شفناه اليوم، ان الوداد ما لقيناش فيها اليوم هاد الروح ديال العائله، هاد الروح ديال التآخي، هاد الروح ديال التآزر، كل واحد كيقول لك انا مثلا انا لاعب في هاد المكان كندير الدوري هنا، تفوتني الكره انا ما مسؤولش عليها، ما نتبعوش كاع، لانني انا مثلا في هاد الدائره، وهذا كيبان على ارضيه الميدان، كيبان انه كاين من عندي صح
ما نزيدش واللاعب الا ما زادش راه ما كيعطيكش. راه بعض الاحيان كتلقى مدافع ولا كيسجل لاعب ديال الخط الوسط ولا كيسجل لاش سجل انت ما كتسناش منه يسجل ولكن عطاك الاضافه. اليوم هادشي اللي مطلوب في الوداد ان اللاعبين يمشيو يقدموا المباراه اللي عليهم ويعرفوا بانه الجماهير راه كتسنى منهم الانتصار. شي تلعب لي مباراه كارثيه بحال ديال لاسيك دير فرصه ولا جوج سجلهم وجي بحالك وغنقول لك شكرا ونواصل معك المسير. ولكن تلعب لي مباراه وما نلقاش حلول وما نلقاش انني كيفاش نوصل للمرمى ديال الخصم كنظن انها غتكون صعبه جدا للوداد وغتاثر حتى على المستوى ديالو في البطوله. راه كتشوف فرق دابا يوسف كتشوف مثلا الجيش كيفاش دايره. الجيش اليوم كتبين على انه مستوى عالي. كتشوف النهضه البركانيه الان لعبوا جوج ديال المباريات على مستوى كاس الكونفدرال انتصروا فيهم ورجعوا انتصروا في مباراه ديال البطوله. كتشوف انه مثلا الرجاء ما غاديين فإلا كانت شي خطوه ولا شي فوبا من جانب الوداد في المباراه كنظن غتاثر عليهم من غير المقبول انني ما نشوفش الوداد السنه المقبله كذلك في منافسات قاريه. وهنا فين كنقول رسالتي للاعبين ينسوا كل شيء ويحاولوا ما امكن انهم يعطيو كل ما لديهم. هذه المباراه هذه ديال اللاعبين ماشي ديال المدرب وحده فقط ديال اللاعبين من اجل انهم يحققوا الانتصار ان شاء الله. طيب غادي نحاولوا نمشيو لمراكش مع حنان شفاع الزميله ديالنا اللي كتواجد بملعب مراكش الكبير باش نشوفوا اخر الاجواء قبل ساعتين تقريبا من انطلاق المواجهه اللي غنطلق على الساعه 8. ليلى ياسر عطار كيقول يجب اعطاء الفرصه الكامله لرمزي الذي لا يزال يتاقلم مع الدوري. شخصية المدرب كتبان في الملعب مثل غوارديولا وأنشيلوتي. عادي رمزي بقي الله جديد في عالم التدريب أكيد لكن اكتسب خبرة كبيرة على المستوى الدوري الهولندي. ياسين المغاري يجب استفاقة باقي الأندية المحلية رفع من حظوظ المغرب قاريا. اليد واحدة لا تصفق. إلى متى سيبقى الوداد يحارب وحيدا؟ كاين الوداد وكاين نهضة بركان حاليا في كأس الاتحاد الإفريقي ولكن كان على الأقل في دور المجموعات يكونوا الأندية بجوج للجيش لا الوداد الرياضي لأن الجيش الملكي أضاع فرصة ديال التأهل من النجم الساحلي التونسي كانت في المنتهى خصوصا مباراة الذهاب بلا ما نرجعوا لهذه المباراة هذه. فالوداد اليوم مطالب من أجل تحقيق الانتصار في مباراة اليوم لأنه ما زال تابعوا كيف ما كنقولوا مباراة أخرى في تنزانيا أمام فريق سيمبا التنزاني. قبل من ذلك قبل سفر تنزانيا كاين مباراة يوم الثلاثاء أمام اتحاد توارقة ومباراة الدوري الوطني الاحترافي مؤجلات الوداد الرياضي في هذه البطولة. فبالتالي أمور بدنيا صعبة. واش كتوقع اليوم تغييرات على مستوى التشكيله ديال فريق الوداد الرياضي بدخول بعض الاسماء اللي ما كناش شفناهم قبل مثال زهير مطرجي مثلا او لا يعني ايت ابراهيم اللي خطا حمراء في مولوديه وجده يواصل الظهور ديالو مع عادي رمزي رغم الخطا الكارثي اللي دار في المباراه السابقه وعلى اثر خدا ورقه حمراء. يعني واش كتوقع تغييرات على مستوى التشكيله ديال فريق الوداد الرياضي في مباراه اليوم؟ لا هو مثلا اللاعب ايت ابراهيم كنت توقع انه يقدر يلعب المباراه لان حتى في الخطا اللي ارتكب ما كتحسش بانه كان خطا متعمد. يعني لاعب بحال بغي برهان ولا يبين انني انا كاين ودار داك الخطا. يعني خطا بالنسبه ليا ممكن يرتكبوا لاعب وتقدر تعتمد عليه. مترجي مزيان ولكن ما يمكنش تلعبوا شحال هذه منذ بدايه الموسم وما لعبش ما جاهزش وغتجي تدخلوا لهذه المباراه هذه. فكنظن انه الوداد ما عندهش مشكل على مستوى قطع الغيار اللي كاين في الاجنحه كاين لاعبين ولكن الاشكاليه اللي كنقول ان الوداد خصهم يركزوا عليها بشكل كبير هما جوج الحوايج. الحاجه الاولى هو ان كيرجعوا الكره بشكل كبير للوراء. كنتكلم على بوهره ولا كنتكلم كذلك حتى على الحتيمي اللي كنطرح علامه استفهام علاش ما كيقدرش يكمل 90 دقيقه بالمستوى المعروف عليه. كملها في وجده ولكن المستوى ما كيش كملها غادي جاي ما كملتش جاي. نقطه اخرى هو انه المهاجم اللي كيكون عندي يوسف كنشتغل عليه في التدريب وملي كنشتغل عليه كنعرف انني غنمرر التمريرات العرضيه غيكون خارج الصندوق وغنعطيه باش يعني انا غنعرف كيفاش نلعب مع داك المهاجم. المهاجمين ديال الوداد مهاجمين ديال الصندوق سواء اللاعب الشرقي البحري ولا كذلك سامبو. ولكن ما يلعب على الوداد كيشد بوره خصو يبقى يراوغ ويبغي يدخل هو الكاري ويعطيها اورودري ما يمكنش. راه ما عندكش لاعب يمتاز بالتسديد ولا بالمراوغه ولا عندك لاعب اللي خصك تعطيه تمريرات عرضيه. راه سامبو ده هداف مع الوداد علاش؟ لان كانت التمريرات العرضيه ديال الاظهره كتوصلوا. اليوم اعطيني مثلا عطيه الله في المباراه الاخيره شحال من تمريره دار ولا تمريره. فكنظن ان الوداد خصهم يشتغلوا على هذا الجانب
خصهم يعرفوا بان عندك مهاجم خصك توصل له الكره ممكن من ربعات الفرص يسجل لك فرصه، ولكن باش تعطي الكره للشرقي البحري يعني خارج الكاري ويطلع ويتقاتل عليها ولا يديفيها وما كيلقاش اللي غيمشي ليها، كنظن ان هذه امور اللي خص المدرب يشتغل عليها وخصها تبان على ارضيه الميدان، لان الدور ديال داكشي اللي كنشوفوا في المباراه راه هو اللي كيخدموه في التدريب. راه اللاعبين ديال الوداد لما كيرجعوا الكره للحارس بزاف راه كيخدموه في التدريب، فهاد الاخطاء الا دارت راه المدرب كيبني عليها، ما خصهاش تكون او خصها تخدم. دونك اي حاجه كنشوفوها راه هي اللي كتكون في التدريب. كنتمنى ان تكون الفعاليه بالنسبه للاعبين ديال الوداد في هذه المباراه دي، وان شاء الله لان الوداد عودنا لانه في مثل هذه المباريات كيكبر، والفرق الكبرى دائما كما كنقولوها قد تمرض ولا تموت. اكيد، ونتمنوا انه العوده من نقطه الفراغ يعني تكون في مباراه اليوم، التاكيد بعد مباراه وجده، التاكيد اليوم امام فريق سيمبا التنزاني، لانه المهم عندنا فريق الوداد الرياضي ونادي البركان يكملوا على المستوى المسابقتين القاريتين، واليوم انا مره اخرى نشوفوا سوبر مغربي خالص. غادي نختموا بجوائز الكاف سي مفتاح. جوائز الكاف اللائحه النهائيه الافضل فيها محمد صلاح، اسامين، واشرف حكيمي. اشرف حكيمي اللي خدا السنه الماضيه جائزه افضل لاعب واعد على مستوى القاره. الجدل تخلق على انه افضل لاعب على مستوى القاره اللي هو ياسين بونو اللي هو 13 عالميا، ما كاينش في هذه اللائحه. يعني ملي كنشوفوا الانجازات اللي داروا هاد اللاعبين بجوج، لا اسامين ولا صلاح، صلاح يعني ما تلقاش فيهم ياسين بونو، شويه صعيبه. ما عرفتش انا واش مشات على التصويت ولا عدد الاصوات اللي تلقاوها هاد اللاعبين هادو، واش النيجيريين صوتوا والمصريين صوتوا اكثر على محمد صلاح وفيكتور اسامين، او لا يعني هادو اختيارات ديال التقنيين والاعلاميين، لكن غياب ياسين بونو صراحه صعيب. شوف شي هو صعيب تقبل ديالو. شوف شي هو يكون عن طريق التصويت، انا كنسمي اقصاء البونو، يكون عن طريق انه ناس تقنيين وكيفهموا في الكره، وهذه غنسميه اقصاء البونو. دير بشتى الطرق غنقول بانه هذا اقصاء البونو. علاش؟ لان بونو العالم تكلم على ذاك الحارس اللي ابدع في مونديال قطر، راه كنتكلموا على ميديا دا معاهم اليوروبا ليغ. انا ما نمشي، انا نمشي للمنتخبات. علاش؟ لان ميسي باش داك الكره الذهبيه ذهب المنتخب. اذا المنتخب العربي الوحيد اللي وصل للمستوى الرابع عالميا، والمستوى ديال الاداء والحضور اللي كان ديال بونو، وزيد على ذلك انه حتى لما انتقل مثلا من اشبيليه للدوري السعودي راه اليوم راه هو الافضل. راه مشاو لاندونيسيا لما اعتقد، راه ما عرفوش النجوم الاخرين وكلشي باغي يتمنوا كيبغي يتصور مع بونو. دونك بونو واحد اللاعب اللي مستواه حضوره أخلاقه كتشبه لي أنه يكون هو الأول. كنقولوا علاش الإقصاء؟ شكون اللي خدا بلاصة بونو؟ دي كأس العالم راه كاين أشرف حكيمي. علاش أشرف حكيمي؟ بونو راه كنظن أنه خدا جوائز أفضل من أشرف حكيمي. نقدر نقول لك أنا مثلا اللي تألق في كأس العالم، إلا كنا غنمشيو للاعبين، نقدر نقول لك مثلا أناحي اللي تكلم عليه أكثر من مدرب. نقدر نقول لك أمرابط اللي الكل أشاد بالمستوى ديالو في كأس العالم. ما كنقصش من حكيم قيمة حكيمي، ولكن كنقول أنه المعايير ما واضحاش لاختيار هؤلاء الثلاث. أعتقد أنه أسامين موهبة كبيرة، متفقين، ممكن باش يديها بطبيعه الحال. يعني باش يعني يقول باش التحفيز غنحطو تما، باش يقول ياسين بونو فائز بالدوري اليوروبا ليغ ورابع المونديال ما يكونش في اللائحه النهائيه، شويه صعيب تقبل ديالها. لا ما شوف كتبان انه للاسف انا نقدر نعاود نقولها، كنسمي اقصاء اللاعب اللي يمتاز بالمستوى والاداء اللي عطاه لسيفيا في الدوري الاسباني، وكذلك حتى مع المنتخب الوطني المغربي، لان الحضور ديالو كان وازن ويرجع ليه الفضل في العديد من التدخلات اللي خلات المشوار ديال المنتخب الوطني المغربي واصل. واحد إلى التعليق اللي قريته شويه مضحك، ما عنده علاقه بالمنطق ولا بالواقع، كيقول انه اقصاء بونو جاي باش يرضيو رياض محرز باش ما يكونش هناك هذا علم اخر. هذا من بال العلوم ولا جمال محرز هو الكاف ولا
اللي كاتب هادشي شوف شكون اللي لفت عليه هذا السؤال. هما شوف بامانه كاين اللي روج لهاد الافكار انه لا خصو يكون نقاش اليوم هو محرز وخص اعلامني يقول ولا هذاك ما يدي هذا نقاش هامشي كنتكلموا على واقع. وقال لك اسيدي باش نتهناو حنا كاع من هاد الصداع ديال هاد المحرز وبونو نحيدوا اسيدي بونو ونتهناو حنا كاع ومن امشاو بعيد بالتعليل هذاك انا قلت لك مجانب للصواب ما عنده حتى شي منطق ولا شي شوف علاش كنقول لك انا هادشي شي مثل هاد الامور اللي كتكلم عليها يوسف اللي كنقول لك غياب التواصل شي يكون جاوا قالوا لك ودي راه المعايير اللي درنا باش وصلنا تقتنع انت غتبقى تفكر وغتخمم تقول ودي يمكن هاد تقتنع ولا ما تقتنعش ماشي شغلنا هذاك المهم يجيب كاين المعلومه كاين المعلومه ملي كتغيب معلومه تسنى اي حاجه تسنى يقول لك حيدوا على قبل هذا حيدوا على قبل هذا ولكن كنختم بحاجه وحده وانه افضل جائزه لكل لاعب ولكل من ساهم في الانجاز التاريخي ديال المنتخب وجائزه اللي غتبقى صالحه لاي زمان ومكان بالنسبه لبونو وزملائه وسام الملكي والوسام الملكي والاستقبال ديالو من طرف صاحب الجلاله. سي محمد مفتاح كنشكرك على الحضور ديالك معنا في هذه الحصه. العفو شكرا يوسف ان شاء الله. شكرا لك سي مفتاح. كنشكروا السي يونس مكواري كان معنا في اخراج ديال هذه الحصه وكذلك السي توفيق صناجي المحلل والاستاذ الجامعي والاعلامي الرياضي اللي كان معنا كذلك خلال هذا الموعد. غدا يجدد اللقاء من 4 حتى 6 كونوا في الموعد تحليل مباراه الوداد الرياضي ومباراه الدوري الوطني الاحترافي انوي لكره القدم. الى اللقاء.